هو أسبوع مميز لفرقنا المصرية في البطولات الأفريقية. الكرة المصرية تستعيد هيبتها وتكشر عن أنيابها. الربع المصري نجح في العبور بسلام الى دور المجموعات في بطولتي افريقيا، الاهلي وبيراميدز في دوري الابطال والزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدراليه الافريقيه، وكان كلمه السر هي الفوز باربعه اهداف. الاهلي بعد ما فاز على سان جورج الاثيوبي 3-0 في مباراه الذهاب قدر يفوز عليه في مباراه الاياب 4-0، والزمالك بعد ما خسر في مباراه الذهاب 2-0 قدر يكسب في مباراه دراماتيكيه في الاياب 4-1. ومودرن فيوتشر هو الآخر بعد ما خسر من سنجيدا التنزاني في الذهاب 1-0 قدر يكسب في الإياب 4-1. أما بيراميدز فكمان عمل نتيجة كبيرة بعد التعادل سلبيا مع الجيش الرواندي ذهابا وقدر يفوز إيابا 6-1، ولسه منتظرين أكتر وأكتر، ونتمنى اللقبين يكونوا من نصيب مصر، بس قول يا رب. يا اهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. اسبوع حلو للكرة المصرية، اربع فرق مصرية بيأدوا بشكل رائع جدا في مباراة العودة. ذهابا الامور ما كانتش جيدة، ولا فيوتشر ولا الزمالك ولا بيراميدز، اما الاهلي كان قدر يكسب ذهابا وايابا بنتيجة كبيرة، مجموع المباراتين 7-0 عشان المباراتين كمان كانوا في مصر. الاسبوع اللي قبل اللي فات كان اسبوع سيء، الاسبوع اللي فات اسبوع مبهر للكرة المصرية. اسبوع طبيعي يعني، المفروض يبقى طبيعي. الزمالك لما يقدر يعود ويفوز 4-1 قدام منافس ضعيف منطقي. فيوتشر بتشكيله محترمه جدا لما يرجع ويعود ويفوز في مباراه العوده قدام فريق ضعيف طبيعي جدا. بيراميدز لما يتعادل ذهابا ويقدر يفوز بالسهوله 6-1 في القرار على الجيش الرواندي ده برضه طبيعي جدا. الاهلي اهلي. الاهلي اهلي. كده كده الاهلي على جنب. ليه الاهلي على جنب تحديدا؟ عشان الاهلي هو كبير القاره بكل البطولات والارقام والانجازات وتشكيله الفريق. لو بتتكلم على اقوى تشكيله في القاره الافريقيه دلوقتي هي تشكيله النادي الاهلي، لو بتتكلم على اعلى قيمه تسويقيه في افريقيا دلوقتي هي تشكيله النادي الاهلي، فالاهلي الاهلي في حته لوحده، اكيد في حته لوحده. نتمنى الزمالك يرجع تاني واحد من اهم كبار القاره الافريقيه في اسرع وقت ممكن، وحلو ان هو دخل دور المجموعات عشان يرجع يتنفس مره اخرى نادي الزمالك ويرجع تاني يتذكر تاريخ عظيم مليء بالانجازات والبطولات. بيراميدز بقى متمرس في البطولات الافريقيه، وان كان هذه المره هي بطوله جديده عليه، بطوله دوري ابطال افريقيا. هو والنادي الاهلي يتنافسان ان شاء الله على الفوز بهذا اللقب. ليه؟ الاهلي وبيراميدز أقوى تشكيلتين في هذه البطولة، فرقتين كبار جدا. الأهلي يتفوق طبعا بالخبرات الكبيرة والتاريخية، لكن بيراميدز بتشكيلة رائعة جدا قادر على المنافسة. ده في دوري أبطال أفريقيا، الاتنين يقدروا ينافسوا بسهولة على هذه البطولة. الكونفدرالية الأفريقية نفس الأمر، الزمالك باسمه وتاريخه مهما كانت الظروف يبقى المنافس الأول والمرشح الأول لهذه البطولة. فيوتشر تشكيلة محترمة، استقرار بقاله موسمين بشكل رائع جدا، والفريق يتحسن رويدا رويدا وبدا يثبت اقدامه في الكره المصريه، يخلينا نطمن برضو انه يقدر ينافس على هذه البطوله. نركز بقى وننبسط ونسعد بالاربع فرق باذن الله فيما تبقى من البطولتين سواء دوري الابطال او الكونفدراليه. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ايام كلف وزارة الشباب والرياضة
انه يتم تعديل جوائز ومكافآت الرياضيين في مصر. وبناء عليه وزير الشباب والرياضة اعلن اليوم عن تفاصيل المكافآت الجيدة جدا لأبطالنا المصريين، والأرقام حلوة حلوة. بص، هم يستحقوا عشرات الملايين من الجنيهات والدولارات واليوروهات وكل اللي انت عايزه، بس الأرقام لما تعدلت بقت حلوة، بقت مرضية. تعالى أوريك، يلا بينا. أولا، على مستوى دورات الألعاب الأولمبية والبارالمبية، في حالة الميدالية الذهبية، اللي هياخد الميدالية الذهبية هياخد 2 مليون جنيه، والميدالية الفضية ياخد 1.5 مليون جنيه، والبرونزية 1 مليون جنيه، والمركز الرابع يعامل معاملة المركز الثالث في حالة احتساب ميدالية. كلام جميل، أعتقد كلام جميل. الرياضيين قوي بقى، وفي الألعاب الأخرى وحجم التكلفة والمكافآت هم هيبقوا أدرى، بس أنا أتصور من الأرقام اللي أنا شايفها دي أرقام كويسة بالمقارنة بأرقام كنا بنسمعها زمان يعني، وكنا ننتقدها كثيرا يعني. ثانيا التكريم على مستوى بطولات العالم، نهايات كأس العالم أسوياء وذوي الهمم، في حالة الميدالية الذهبية 300,000 جنيه حد أدنى، والحد الأقصى 500,000 جنيه، والميدالية الفضية الحد الأدنى 200,000 جنيه والأقصى 300,000 جنيه، والميدالية البرونزية الحد الأدنى 150,000 جنيه والأقصى 200,000 جنيه، والمركز الرابع يعامل معاملة المركز الثالث في حالة احتساب ميدالية، ويحصل اللاعبون واللاعبات على فرق الحد الأدنى والتقصي في حالة تحقيق ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية. حلو الكلام. ثالثا، التكريم على مستوى دورات الألعاب الأفريقية والبطولات الأفريقية المؤهلة أسوياء وذوي الهمم، في حالة الميدالية الذهبية الحد الأدنى 100,000 جنيه والأقصى 200,000 جنيه. بالمناسبة كان 30,000 جنيه قبل كده، فانت بتتكلم فرق كبير جدا، يعني انت بتتكلم في زيادة أكتر من 200%، رائع يعني. والميدالية الفضية 75,000 جنيه والأقصى 150,000 جنيه، والميدالية البرونزية الحد الأدنى 50,000 جنيه والأقصى 100,000 جنيه، ويحصل اللاعبون واللاعبات على فرق الحد الأدنى والأقصى في حالة تحقيق ميدالية ببطولة العالم. حلو، فاهمين فرق الأرقام؟ احنا كنا فين ودلوقتي وانا بقرا لحضرتك قرار وزاره الشباب والرياضه بزياده المكافئات بين فين. التكريم على مستوى البطولات الافريقيه غير المؤهله، في حاله الفوز بميداليه ذهبيه الحد الادنى 50,000 جنيه والاقصى 100,000 جنيه، اما الفضيه فالحد الادنى 25,000 جنيه والاقصى 50,000 جنيه، والبرونزيه الحد الادنى 10,000 جنيه والاقصى 25,000 جنيه، ويحصل اللاعبون واللاعبات على فرق الحد الادنى والاقصى في حاله تحقيق ميداليه في بطوله العالم. حلو الكلام، حلو الكلام، كلام يفرح وكلام يسعد وكلام يخلينا ان شاء الله ان شاء الله للي جاي نبقى متفائلين، وتبقى الامور باذن الله بالنسبه لابطالنا. حلو ان انت يبقى عندك حافز معنوي انك بتمثل بلدك وبتشرف بلدك وبترفع راس بلدك وبترفع علم بلدك، حلو، ده عظيم جدا، ودايما ده بيبقى الاولويه عند كثير إن لم يكن كل أبطالنا في كل الألعاب. بس حلو برضو لما يبقى في تقدير مالي، يعني زي ما في تقدير معنوي وبيحصل يبقى في تقدير مالي. كلنا بنحب كده، كلنا طبعا أغلبيتنا يحب التقدير المعنوي جدا أولا، ومفيش مانع بقى التقدير المالي، صح ولا إيه؟ فأبطالنا يستحقوا الكثير. حتى الأرقام دي وهي يعني فيها زيادة واضحة ومبهرة، لا يستحقوا كتير كتير كتير، بس حلو، ده على ضوء إمكانياتنا، ودي مكافآت مرضية مرضية جدا، في المستقبل إن شاء الله ياخدوا عنينا كمان. طيب، بمناسبة الحديث منذ لحظات على نادي الزمالك ووصوله إلى مجموعات الكونفدرالية الأفريقية بشق الأنفس بصعوبة بالغة، وإن كان يعني الأهم أنه كان صعد لهذا الدور. الزمالك ما ينفعش أبدا أبدا يخرج من دور الـ32 وأمام فريق ضعيف جدا، يعني ما فيهاش، ضعيف جدا. ما عبر الهاتف الان كابتن الكبير، واحد من اهم نجوم نادي الزمالك على مر التاريخ، كابتن طارق السيد. كابتن طارق، منور ومشرف حبيبي. حبيبي اكيد، اخبارك ايه؟ وانت وحشني دايما. اخبارك ايه؟ كله تمام زي الفل الحمد لله. كيف رايت صعود؟ انا بس الاول قبل ما نتكلم حابب اعلق بس طبعا ان الرياضه
والمكافآت اللي حضرتك بتتكلم عليها بالنسبه لان ان شاء الله باذن الله ابطالنا في الاولمبياد. من رياضه تحت قياده فخامه الرئيس السيسي وتحت قياده في وزاره الشباب والرياضه اكيد واللجنه الاولمبيه اكيد طبعا بتعمل حاجه عظيمه جدا للناس دي، لان زي ما انت بتقول زي ما مهم جدا في التقدير المعنوي برضه التقدير المادي مهم جدا. فبنشكر طبعا الدوله المصريه على انها بتحاول ترفع المكافآت للناس دي على اساس ان هم بصراحه بيعملوا مجهود جبار، وان شاء الله باذن الله فرحونا بمجالس كتير الفتره ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب يا كابتن طارق. فيما يخص نادي الرومنتادا الزمالك بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يعني؟ طبعا الزمالك اكيد 100% احنا كلنا فرحانين بالنتيجه الاخيره، انما يمكن اداء الزمالك الاولاني كان سيء جدا. وهي نفس الاخطاء كريم، كنت معاك من 10 ايام وقلت لك ان مستر اوسيريو بيعمل حاجات او بيعمل لغه رتمات في التشكيل نتمنى ان احنا نفرط فيها الفتره الجايه ونبتدي نلعب اللي بيعرفوا لعيبه دلوقتي صح لحد يناير، يعني لحد ما يجي يناير ويجيب لك الصفقات اللي انت عايزها العب براحتك وزي ما انت عايز يعني 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 جازف ونفس طريقه لعبك واعمل اللي انت عايزه، انما في الوقت اللي انت فيه اوريدي ما فيش عندك او عندك مشاكل فنيه كتير جدا العب اللي تعرفه بس. والله يا كابتن طارق معلش ان انا هقطعك، بس حتى لما هتجيب لعيبه في يناير وعايز تشربهم طرق لعب او طرق لعب فيها ادوار مركبه ده حتى مش هينفع يحصل في نص الموسم. يعني انت محتاج تستلم اللعيبه ديت كده قبل بدايه الموسم الجديد واقعد بقى حفظ في معسكر زي ما انت عايز وابدا بيهم، لكن انت حتى لما هتجيب لعيبه في يناير وهتعمل نفس اللي بتعمله دوت بعد يناير هتبقى في نص الموسم وانت من المفترض يعني تكون بتنافس على بطولات. ما انت بص هقول لك على حاجه، لما تيجي تبص مثلا للعيب زي فتوح، لعيب زي زيزو، لعيب زي دونجا دلوقتي، عمر جابر، اوباما، الجزيري، لما بياخدوا الجزيري الله ينور عليك، لما بياخدوا يعني حاجات مركبه في الشغل ماشي مفيش مشكله بتلاقيهم، انما في نوعيه ثاني ما تعرفش تعمل ده فده صعب. عشان كده بنقول ايه؟ احنا في الفتره دي بالذات نادي الزمالك مهم جدا 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 ان هو يلعب بطريقه اللعب اللي اللعيبه حافظاها وشاربها، انما قبل اي حاجه واخر او 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 الحاجه المهمه جدا جمهور الزمالك العظيم. ايوه دي النقطه بقى اللي انا يعني بصراحه يعني انا مش يعني لو قعدت اتكلم فيها مش هديهم حقهم، لان جمهور الزمالك هو صاحب المكسب ده، هو اللي عمل المكسب ده. تخيل ان الزمالك مغلوب الشوط الاولاني على ملعبه فرقه زي فرقه الف سولار مع كل التقدير والاحترام ليها، جمهور الزمالك مفيش لعيب اتشتم، مفيش لعيب اتقال له لفظ مش كويس، مفيش لعيب اتقال له كلمه مش كويسه. والله يا كابتن طارق انا كابتن طارق بعد الهدف الاول اللي جابه ارتسلار في الشوط الاول قلت الله يكون في عون لعيبه الزمالك فيما توقع من من المباراه، الجمهور مش هيسيبهم. والجمهور عمل لي انا مفاجاه شخصيا اللي هو ايه ده، انتوا بتشجعوا بتساندوا رغم كل الضغط ده لحد نهايه لا وخسران هناك 2 ايه؟ وخسران هناك 2 يعني 2-1-0 الله ينور عليك، والحاله صعبه والشوط الاول سيء جدا من نادي الزمالك، يعني كل حاجه تخليك كمشجع تغضب وهيبقى وهنقول ساعتها حقك كمان. لا ده مش حقه بس ده لو كلمه مش هينفع اقولها مع اللعيبه لو عمل اي حاجه مع اللعيبه ما عندوش مشكله، لان انت جاي لك 30,000 متفرج من اول دقيقه بتشجع فيك، فبصراحه الناس دي يعني تتشال فوق الراس وتتحط في العينين ولازم بقى اللعيبه تحس بالناس دي. يعني ده بقى اللي انا بطالبه من لعيبه الزمالك، يعني انت عملت تلت ساعه كريم الشوط الثاني زي الكتاب ما بيقول، صح، روح قتاليه عاليه جدا، قلب، ضغط على الفرقه، كل انواع او كل لغات الكوره اللي احنا بنعرفها واللي احنا ما نعرفهاش عملوها في التلت ساعه الاولانيه. صح، طب ما انت عندك اهو، طب ما تعمل، صح، يعني ما تشتغل من الاول. بس في نقطه يا كابتن طارق لو تسمح لي وقول لي انت بقى الكلام ده صح ولا غلط، يعني انا برضو لما اوسوريو عمل اللي عمله الشوط الاول نفس الطرق الغريبه اللي بيعملها ديت، واحنا كنا لسه بنتكلم على ادوار مركبه وامور صعبه وفتوح ثالث في الدفاع
وعمر جابر ما تفهمش هو في اليمين ولا في النص ولا في الشمال، شيكابالا في 8 ولا جناح، زيزو فين اصلا مكانه في الملعب؟ لما كل واحد بقى مكانه في الملعب في الشوط الثاني، زيزو لقيناه على اليمين، على الشمال مصطفى شلبي وراه احمد فتوح، والامور بقت مظبوطه، كله ادى بشكل كويس، فانا اقدر الوم ازاي على لعيبه نادي الزمالك وهم اصلا يعني احنا ما بنبقاش فاهمين واحنا قدام الشاشه هو سوريو بيعمل ايه؟ هو غالبا هم كمان مش فاهمين هو بيعمل ايه. انت صح 100% على فكره، بس انت عندك مشكله لازم لعيبه الزمالك تتعود عليها دلوقتي وغصب عنك تعملها. ايه هي؟ الراجل ده مكمل معاك لحين اشعار اخر على الاقل خالص لحد بعد الانتخابات. لو هو مثلا هيجي مجلس وهيفكر في الراجل، انما والكلام ده مش نوع لا برضه ولا مجلس الناس اللي نازله الانتخابات كلها بتقول لك استقرار ومش استقرار ومش عارف ايه وان الجهاز مكمل والكلام ده كله، وده كلام محترم منه. انما في الاول وفي الاخر انت لازم تبقى فاهم كلاعب كوره ان المدرب ده تكمل معاك. احنا فتره من الفترات الحريف جالنا مدرب برتغالي يعني كان صعب جدا، احنا مش فاهمينه، احنا مش عارفين هو بيعمل ايه وعايز يعمل ايه وعايز، ومع ذلك كنا بنحاول ان احنا نأدي على قد ما نقدر. ده كان مين ده كابتن طارق؟ ده كان كجودة. كجودة ما هو برضه نفس الافكار، بس هو بصراحه لا. عشان نديله حقه كابتن طارق، هو سوري مدرب كبير ومدرب محترم وليه سي في كبير، هو مشكلته بس ان هو تجودته زياده شويه يعني، برضه دايما انا قلت يوم الماتش انه هو انت مش مخليني اقول عليك مدرب ضعيف حتى، يعني مش قادر اقول ان انت مدرب ضعيف، انت مدرب كبير بس ليه بتجود؟ بس انا هقول لك على حاجه كريم. اتفضل يا كابتن. المدرب الكبير المدرب الكبير، انا اسف ان انا بقول لك كريم، طبعا انت اخويا. لا يعني. انت اخويا طبعا يا كابتن. المدرب الكبير كيمو اللي ما يبقاش حافظ لعيبته وامكانيات لعيبته بعد ست شهور لا انا اسف. انا اسف يعني هو سي في قوي انما انت وجهه نظرك في اللعيب او 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 تغيير مركزه او انت شايف اللعيب ده بيبقى كويس في الحته دي وتيجي تغير. انا عندي علامه استفهام غريبه جدا. سيدك ديزيري بعد ماتش المقاولين جايب جول وكان كويس، الماتش اللي بعديه ما بداش وما لعبش خالص. صح. ناصر ماتش منسي الماتش اللي بعديه كان كويس جدا جدا ماتش بيراميدز، والماتش اللي بعديه ما بداش. اوباما يمكن كان مصاب الماتش اللي فات او ما بداش عشان الاصابه، انما برضه ما بداش، عامل ماتش بيراميدز 10 على 10 يعني حاجات لوغاريتمات غريبه. معلش 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 يا كابتن طارق، هو بابا لما نزل الشوط الثاني وهو اتقال ان هو كان عنده شد في العضله الاماميه، في واحد يعمل الاداء دوت والمجهود دوت ويبقى عنده شد في العضله الاماميه، انت راجل بقى لعيب ورجلك في الملعب، هل ده منطقي؟ والله اللي بيقول الكلام ده الجهاز، ما تقدرش تكذبه برضه يعني، انا مش قادر اكذبهم يعني اللي بيقولوا الكلام ده الجهاز. هو ممكن يبقى مبرر لعدم الدفع بيه، اصل كلنا استغربنا ليه اوباما ما بداش اساسي. مع انه عامل ماتش بيراميدز يعني 10 على 10 يعني عامل جيل محترم. طبعا. طب تعالى للنقطه الثانيه، انت ايه اللي فكرك بفتوح سيرد باك ثالث؟ انت عمرك ما لعبته دي. يعني 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 دي برضه نقطه ثانيه. عشان كده جمهور الزمالك صابر، عشان كده جمهور الزمالك عارف، عشان كده جمهور الزمالك مش قادر يخبط في اللعيبه 100%. انما في الاول وفي الاخر بصراحه جمهور الزمالك عمل ملحمه. طب كابتن طارق انت لو صاحب قرار بعد انتخابات نادي الزمالك، لو انت صاحب قرار تاخد قرار بالابقاء على اسوري ولا لا؟ دلوقتي انت بره كده كده فتقدر تقول رايك. تاخد قرار ولا لا؟ لو انا صاحب قرار همشيه. هتمشيه. طيب السؤال اللي بعده على طول، لو مشيته يبقى مين البديل في الظروف الصعبه دي؟ تجيب مدير فني مصري ولا تجيب مدير فني اجنبي ولا واحد؟ الافضل للنادي الزمالك والافضل للعيبه اللي موجوده دلوقتي ان انت تجيب مدرسه برتغاليه تكون انت عارف هو بيلعب ايه. يكون اشتغل قبل كده في مصر يعني؟ لا مش شرط. مش شرط. هقول لك على حاجه، لما جه فيتوريا ما اشتغلش في مصر قبل كده، بس اشتغل في المنطقه. مش اسيريو، لما فيتوريا مدرب المنتخب. ماشي. منتخب مصر عنده مستير، بيعرف يلعب 4 3 3 كويس قوي، وبيعرف 4 2 3 1 كويس قوي. فلما جت مدرسه 4 3 3 مع فيتوريا، اعتقد ان نتائجه مع منتخب مصر نتائج محترمه جدا، وباين ان هو عامل شكل وعامل حاجه جديده، وباللعيبه بتادي معاه بشكل فيه ارتياحيه، ومفيش تاليف في تغيير المراكز. طيب هرجع لك تاني على الزمالك،
التغيير دلوقتي ما يعملش مشكله للفريق ما تبقى من الموسم؟ وانت في نص او مش في نص الموسم يعني في بدايات الموسم. ما انت عندك مشكله اوريدي يا كريم. انت عندك مشكله، الراجل مش عايز يلعب اللي يعرفه. هو مش عايز يلعب اللي اللعيبه بتعرفه. ما هتبدا الجمهور ماتش هنمشي على سطر يعني فرقه التا سولار دي اتخرجنا من بطوله افريقيا يا جماعه. بسبب 45 دقيقه كاملين على ملعبك ومعاك الجمهور ده انت بتضيعهم. صح. حد كان يتوقع يا كريم ان فتوح ده يلعب بقى سيرد باك ثالث؟ مستحيل. حد كان يتوقع؟ انت نفسك بتقول دلوقتي انا مش عارف شيكابالا بيلعب فين ولا عمر الدبر بيلعب فين ولا زيزو بيلعب فين. الواجبات مش واضحه يا كابتن طارق، يعني انت ممكن تبقى على الورق حاطط كل واحد في مكان، بس انت واجباته في الملعب انا بحسهم ملخومين. مش ده مش طبيعي. هقول لك على حاجه يا كريم مهمه جدا. انت لما لعبت فتوح قدام مصطفى شلبي عملت جبهه شمال قويه. هو ده لما لعبت زيزو وعمر جابر عملت جبهه قويه جدا. صح. وقفت دونجا في نص الملعب ومعاه واحد تاني عملت شغل كويس جدا. مظبوط. اللعيب بقت مرتاحه خلاص، انا ما عنديش مشكله، انا بلعب في مكاني حتى لو مش قادر اجري. صح يعني خد بالك فتوح الشوط الثاني بيجر في رجله وتعبان لان بقى له فتره ما بيتمرنش ومصاب. صحيح. ومع ذلك بيطلع الباص سليم، بيطلع الكوره سليم. صح. عمل جبهه ومصطفى شلبي قويه جدا. اصل الكوره مش عافيه يا كريم. مظبوط عندك حق. انت مش هتحطني دلوقتي طارق السيد بيلعب طول عمره باك ليفت، هتيجي تحطه هاف رايت. هيأديها ازاي؟ هو ما لعبهاش قبل كده. تعالى معلش بقى يا كابتن عشان انت راجل حريف وبتاع كوره زي ما بيتقال على فتوح، انت راجل حريف وبتاع كوره، تعالى بقى انا عايزك صانع العاب. طب انت ما تحطني في مكاني هديك 100%، انا ممكن في اي مكان تاني هديك، بس هديك 10% و20%، فانت خسران وانا خسران زي ما حصل مع فتوح. يعني خاصة كمان ان انت يا كريم ما عندكش البديل القوي. عارف لو عندك البديل القوي صح ماشي ما عندكش مشكله. انما البديل بتاعك مش قوي دلوقتي، فانت يا عمي يعني اختصر الامور والعب اللي بتعرفه. وانت عارف بقى انت عارف الصعب فين كمان؟ ان انت مثلا انت راجل مدرب كبير، انت كمدرب لو عايز تجود شويه في طريقه اللعب او في الخطه او بتاع، انت بتبقى عايز تفاجئ فريق كبير قدامك بطريقه ما. جيت تلعب مع ارتا سولار انت مش محتاج اصلا تجود، انت سيب اللعيبه حط كل واحد في مكانه وانزل العب هيجيبه، زي ما حصل في الشوط الثاني بالظبط كده. يعني انا عايز اسالك سؤال يا كريم في الحته دي بالذات، لان برضو دي نقطه مهمه جدا. هو من امتى نادي الزمالك بقاله 10 سنين ما لعبش اتنين فراوده؟ انا بدات باتنين فراوده ليه؟ صح. واتنين فراوده شبه بعض. صح ايوه شبه بعض، دي نقطه مهمه جدا يا كابتن طارق عشان الناس ما تاخدش بالها. شبه بعض يعني عنده نفس اسلوب اللعب ونفس الطريقه، ويعني مش واحد مختلف. يعني لو اوباما مثلا وسيف الجزيري مفهومه، اوباما وناصر منسي مفهومه. ماشي. تعالى بقى للنقطه الاصعب واصعب. ايه هي؟ ان انت لما جيت كسبت وكسبان 2-1 انت خرجت الاثنين فراوده في الملعب. دي بتلعب بشاب سترايكر. يا جماعه انا مش فاهم الفكر ده رايح فين. طب انت عايز تجيب جول وعندك فيرود دلوقتي بقيت بتلعب 4-2-3-1 شبه 4-2-3-1 وتزود واحد في الهجوم من الاثنين الديفندرات، تقوم ساحب الفراوده وبدات تلعب على الجنبين خد بالك وتعمل كروسات. يعني انت عملت جبهتين، عملت جبهه فتوح وشلبي وعملت جبهه عمر جابر وزيزو، بدانا نشتغل كروسات. مفيش حد بقى. ما بقاش في حد. طب ايه ده بقى يعني قلنا في حد يا جماعه؟ مفيش حد يفهمنا، حد يفهمنا. كابتن طارق. انا عايز افهم الاستمرارية. صحيح. يعني صعب. كابتن طارق انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما كلامك مهم ودايما مداخلاتك ولقاءاتك مهمه ايضا وفيها كلام عظيم جدا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك الاسبق. ماشي يعني الامور تتحسن. بمناسبه اسوريو، سوري المدير الفني للزمالك قرر ان محمد عواد يستمر في حراسه مرمى الزمالك بشكل اساسي في مباراه البنك الاهلي القادمه يوم السبت ان شاء الله في الدوري الممتاز. وسوريو عايز يدي ثقه اكتر لعواد، عايز يقنع عواد ان هو واثق فيه، يعني عشان عواد كان عنده شك ان سوريو اصلا واثق فيه، عشان انتوا عارفين كان بيدي دايما لمحمد صبحي، حتى لو محمد صبحي تعرض لبعض التراجع في مستواه كان برضه سوريو بيدي محمد صبحي. بس اسوريو قرر ان عواد هيكمل في حراسه مرمى الزمالك في التشكيله الاساسيه في المباراه القادمه على الاقل قدام البنك الاهلي في الدوري الممتاز. تعرفين الحكايه والزعل اللي بين محمود علاء واسوريو، او اسوريو ومحمود علاء في الفتره اللي فاتت، بعض اللاعبين الكبار بصفوف الزمالك تدخلوا عشان يحصل صلح بين اسوريو ومحمود علاء، الجهاز الفني بشكل عام مش بس اسوريو، وعشان يفتحوا معاه صفحه جديده. هم
بيطالبوا اللاعب بالاعتذار اللي هم المقربون يعني او اللاعبين دول يعني باللاعب بالاعتذار في مران الغد ان شاء الله، مران الثلاثاء. اعتقد محمود علاء يعتذر والامور تنتهي. على فكره محمود علاء يعرف محمود علاء يعني عن قرب، هو شخص طيب جدا هادي جدا، ما عندوش مشاكل مع حد، ما عندوش ازمات مع حد، بس دائما ما يعني يتم يعني ظهوره عن محمود علاء يبين انه وكانه لاعب مشاغب وبيعمل قلق والكلام ده كله، لا هو بس انفعالاته سريعه جدا وبالتاكيد محتاج يتعامل معاها الفتره اللي جايه بشكل احسن، عشان هو لاعب مهم ومحتاجه كمان المنتخب لما مستواه كمان يتحسن مع نادي الزمالك. عمل موسم رائع جدا مع الاتحاد الموسم الماضي ومستنينه مع الزمالك الموسم ده ومستنينه ايضا مع منتخب مصر. دي اخبار نادي الزمالك، اما اخبار النادي الاهلي ففيها كلام مهم جدا. عارفين موديست كنت قلت لكم اول امس انه النادي الاهلي او مارسيل كولر مش عايز يدي موديست على طول في المباريات عشان يتم تاهيله بالشكل الامثل قبل المشاركه في المباريات، وتدخل في هذا الامر الدكتور احمد ابو الوفا الطبيب النفسي بالنادي الاهلي. الراجل ده عامل شغل عظيم جدا بالمناسبه، يعني لما تسال اللعيبه وتسال الجهاز الفني الراجل ده عامل شغل عظيم جدا جدا، فتحيه للدكتور احمد ابو الوفا وتحيه للنادي الاهلي انه حاطط دكتور او اخصائي نفسي مع الفريق، ده شيء رائع جدا. المهم الدكتور احمد ابو الوفا نصح مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي انه يريح انتوني موديست في الفتره اللي جايه، ما يدفعش بيه اساسي في المباريات اللي جايه عشان يبقى اللاعب جاهز تماما وما يتحطش تحت ضغط المباريات المهمه. يعني ايه؟ يعني دكتور احمد ابو الوفا نصح كولر انه ما فيش مانع انه يبقى موجود على الدكه، ما فيش مانع انه ياخد في بعض الاوقات في امور ما تبقاش فيها ضغط عشان موديست، وده الذكاء بقى من دي ميزه ان يبقى عندك طبيب نفسي، يعني انه في لعيبه انا جاي بفلوس كتيره، انا جاي من اوروبا، انا سني كبير، فالعين مركزه معايا قوي، فطبعا هبقى مضغوط حتى لو انا عندي خبرات عظيمه هبقى مضغوط برضه. فالدكتور عايز يخلص موديست من هذه الضغوط الدكتور محمد ابو الوفا، فنصح كولر انه ما يبداش موديست في المباريات القادمه بشكل اساسي، المباريات القليله القادمه بشكل اساسي. ماشي، دي نقطه. النقطه اللي بعدها مارسيل كولر ايضا قرر انه يسافر مع والاهلي يسافر يعني لتنزانيا لمواجهه سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري الافريقي يوم 18 اكتوبر الجاري، يعني قبل 48 ساعة فقط من المباراة اللي هتقام إن شاء الله يوم 20 أكتوبر، هيستعد هنا ويجهز هنا وبعد كده يسافر على طول يتدرب له تمرينة رئيسية قبل المباراة وخلصت الحكاية، إن شاء الله الأهلي من هناك يقدر يفوز ويرجع. وإن كان ملعب سيمبا صعب جدا 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 وذكريات الأهلي فيه مش أعظم حاجة، بس الأهلي إن شاء الله يخلص الأمور بدري بدري من هناك إن شاء الله. الاهلي خلاص تاكد انه هيفقد الرباعي عمرو السوليه ومحمود متولي وكريم نيدفيد وصلاح محسن في مباراه انبي القادمه وايضا مباراه الاسماعيلي اللي بعدها في الدوري الممتاز، هيتم تاهيلهم عشان يكونوا متواجدين في مباراه سيمبا في الدوري الافريقي. الرباعي مهم جدا، بس تشكيله النادي الاهلي بقت سريه جدا مليانه لاعبين واسماء كبيره جدا، فحتى لما الاسماء الكبيره اللي انا قلتها دي بتغيب انت ما بتحسش بتاثير في الاهلي خالص خالص يعني. طيب الاهلي عنده انبي اليوم الاربعاء ان شاء الله في كاس مصر، وبعد كده عنده الاسماعيلي في الدوري، مباراتين صعبين جدا يعني. انبي فريق محترم جدا مع الكابتن مصطفى، والاسماعيلي بيفوق مع الكابتن ايهاب جلال، بيفوق لسه بيفوق، شوف انا اخترت اللفظ الانسب يعني لسه بيفوق ما فاقش، لسه بيفوق الاسماعيلي، واعتقد ان هو في الطريق السليم اتصور ذلك يعني. النادي الاهلي استأنف مرانه الجماعي النهارده بعد راحه خدها 48 ساعه، المران شهد مشاركه رضا سليم بعد تعافيه من الاصابه بكدمه في الركبه، وبالتالي رضا سليم اصبح جاهز تماما للمشاركه في مباراه ام بي بكاس مصر. الواحد لسه عايز يشوف رضا سليم ده اكتر واكتر، موهبه حلوه قوي، ممتع يعني، لعيب ممتع جدا، فكونه ان هو يرجع حلو نشوفه اكتر واكتر يعني، نشوف امكانيات اكتر كمان يعني. اتحاد الكرة المصري أعلن
تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي 2005-2008 زي ما انفرضنا هنا في رقم 10 وقلنا لحضراتكم كابتن وائل رياض شيتوس هو اللي هيتولى مسؤولية منتخب 2005 والكابتن أحمد الكاس هيتولى مسؤولية منتخب 2008. مصدر باتحاد الكرة قال لنا إن تفضيل الثنائي شيتوس والكاس جه عشان الاثنين خدوا رخصة التدريب إيه، وده كان المعيار الأول في الاختيارات. حلو حلو، مش بالاسماء بقى وخلاص، هما الاثنين اسماء كبيره شيتوس وكابتن احمد الكاس، بس برضو لازم تبقى مؤهل، فالاثنين مؤهلين، الاثنين معاهم الرخصه ايه، وبالتالي شيتوس بقى موجود وكابتن احمد الكاس ايضا موجود، وفيتوريا طبعا وميكالي هما اللي دفعوا كمان لفكره ان شيتوس يبقى موجود في المرحله اللي جايه عشان هو عنده خبرات كبيره تحديدا في هذه المرحله العمريه، وميكالي هيكون مشرف على المنتخب منتخب 2005 زي ما قلنا لحضراتكم بعد ما تم زيادة راتبه إلى 65,000 دولار، ويستمر أيضا في منصبه كمدير فني للمنتخب الأولمبي بجهازه الأجنبي فقط. يعني شيتوس خلاص راح لمنتخب الشباب وميكالي معاه جهاز معاون أجنبي وهيبقى مشرف أيضا على منتخب الشباب اللي فيه شيتوس. كابتن طارق السيد كان لسه معانا من شوية، اقترب من تولي تدريب منتخب 2007، خلاص كابتن طارق السيد واحد من الأسماء الكبيرة، واحد من المدربين الكبار، ده هيبقى قريب من منتخب 2007. طيب مين هيبقى قريب من منتخب 2009؟ كابتن محمد شوقي. كابتن طارق السيد 2007، كابتن محمد شوقي 2009، واتحاد الكرة كان أجل إعلان تشكيل منتخبي 2007 و2009 واكتفى بإعلان منتخبي 2005 و2008 لترشيد النفقات بجانب ارتباط منتخبي 2005 و2008 بمباريات رسمية خلال الأشهر المقبلة. بس كده كده طارق السيد ومحمد شوقي في الصورة. كابتن حماد أنور عضو إدارة المنتخبات باتحاد الكرة رفض تولي منصب المدير الإداري لمنتخب مصر 2000 مواليد 2008 بعد أن تم إسناد مهمة المدير الإداري لمنتخب 2005 للكابتن عادل محفوظ. كابتن أنور بيفكر في الاستقالة من اتحاد الكرة بعد قرار المجلس. كابتن حمد أنور من الشخصيات المحترمة جدا، بس هو كان واضح أنه متارجت منتخب 2005. ماشي. كابتن حازم إمام اعتذر عن رئاسة بعثة منتخبنا الوطني في الإمارات على أن يكتفي بالالتحاق بالمنتخب لحضور مباراتي زامبيا والجزائر، وتم إسناد مهمة رئاسة البعثة إلى الكابتن عامر حسين عضو اتحاد الكرة عشان يغادر مع البعثة في أقرب وقت يوم الاثنين القادم إن شاء الله. طيب كان كابتن محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأقرب لرئاسة البعثة بعد اعتذار حازم إمام، لكنه هو الآخر اعتذر لظروف خاصة. دكتور مصطفى المنيري طبيب بيراميدز قال إن إبراهيم عادل خضع لإشعة جديدة وفحوصات طبية أثبتت حاجته لعلاج تحفظي، وبالفعل يعني مش محتاج عملية، علاج تحفظي يعني مش محتاج عملية. بالفعل تم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الكسر اللي تعرض ليه في أنكل القدم، والدكتور مصطفى المنيري أكد إن إبراهيم عادل هيخضع اسبوعيا لاشعه جديده للتاكد من عدم تحرك العظام من مكانه. ربنا يشفي ابراهيم عادل ان شاء الله ويرجع في اقرب وقت ممكن. واحد من المواهب الكبيره هو هيغيب او هيتحط في الجبس مبدئيا لمده 3 اسابيع، وبعد كده يبدا مرحله التاهيل. احنا بنتكلم تقريبا في شهر شهر ونص ويبقى اللاعب ان شاء الله موجود في الملعب مره اخرى. طيب في حاجه عظيمه جدا وعمالين نتكلم عنها كل شويه، كرة القدم النسائية أصبحت في تطور عظيم جدا جدا في مصر بشكل واضح، وبدأنا نسمع عن بطولات، بدأنا نسمع عن مباريات، بدأنا نسمع عن فرق، بدأنا نسمع عن نجمات ولاعبات موهبات فيها حاجات عظيمة جدا. فحلو الاهتمام بتاع الناس الطبيعية العادية، كان الكرة النسائية في مجموعة قليلة بتهتم بالكرة النسائية، دلوقتي لا، في ناس كتير بتهتم بكرة القدم النسائية، في حتى لاعبين رجال بيروحوا يتفرجوا على مباريات كرة القدم النسائية، في جماهير حتى لو لسه قليلة بتروح وتتابع وتشوف مباريات بقينا تشوفها كمان على التلفزيون. فكل حاجة حلوة في كرة القدم النسائية. يبقى واحد من أهم الفرق في كرة القدم النسائية هو فريق وادي دجلة، دخل الأهلي والزمالك ودلوقتي في توتال كمون وفي شوية فرق حلوة كده، وهتبقى المنافسة حلوة الفترة اللي جاية. بس وادي دجلة هو متربع على عرش البطولات بقاله فترة، لسه كسبان السوبر المصري. بعد الفاصل هيشرفني
وينورني نجوم منتخب او فريق وادي دجله لكره القدم النسائيه فرح سمير واسماء علي ومروه توفيق ومعاهم الكاس كمان. خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لكم قبل الفاصل الاهتمام بالكره النسائيه زاد جدا، فكره ان الناس بقت متابعه، فكره الناس بقت شايفه، فكره الناس بقت عارفه اللاعبات كمان اللي بتلعب. احنا خلاص كلنا بقينا عارفين النادي رقم واحد في مصر في الكره النسائيه دلوقتي على مستوى البطولات والانجازات هو نادي وادي دجله. وادي دجله قدر كمان يفوز بكاس السوبر المصري في نسخته الاولى اول امس امام فريق توت عنخ امون، وهو فريق ايضا محترم جدا وفريق عنده يعني انشئ حديثا وعنده لاعبين كمان ممتازين جدا او لاعبات ممتازات جدا. النهارده يشرفني وينورني نجوم او نجمات، شوف انا متعود اصلي نجمات فريق وادي دجله الفائز بكاس السوبر المصري لكره القدم النسائيه فرح سمير. فرح منوره الدنيا. منوره حضرتك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد كله لله. كله حلو؟ اه الحمد لله. منوره. وايضا مروه توفيق، هقول لكم بتلعب في 18000 مركز بس لما نرحب بيها الاول. يا مروه منوره الدنيا. منوره حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. وايضا معايا النهارده اسماء علي. اسماء كمان بتلعب في كذا مركز بس هي بتلعب ليفت باك يعني في حته علي معلول يعني. اسماء منوره الدنيا. منوره. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. وينورنا كمان ضيف رابع مهم جدا هو كاس السوبر نفسه، يعني كاس السوبر المصري زي ما انتم شايفين كده. الكاس حاجه عبقريه يعني وشكله عظيم جدا وحاجه. عجبك شكل الكاس؟ مش عاجبك. تمام عاجبك شكل الكاس؟ اقول لكم انا طيب عشان ما احرجكمش يعني. يا جماعه يعني بطوله جديده. انا بكلم اصدقائنا في اتحاد الكوره والناس بصراحه هناك في اتحاد الكوره مهتمين جدا بكره القدم النسائيه، بس الكاس قديم قوي يعني ستيناتي سبعيناتي. بما اننا بنعمل بطوله اول مره فاحنا بنعمل كاس شكله متطور برضه شكله حلو. كاس انا وهم داخلين عليا الكاس قلت ايه ده؟ ده كاس مصر. عارفين كاس مصر التاريخي اللي هو بتاع الرجال دوت؟ شكله ممكن يبقى اجدد منه شويتين ثلاثه. بس عموما مبروك عليكم البطوله. الله يبارك. سيبك انا بكلم الكاميرا كده بيبقى عندي شويه حاجات كده دمها تقيل احيانا على بعض الناس. مروه البطوله دي هي بطوله اول مره تتلعب، وانتم ما شاء الله بتاخدوا بطولات بالجمله يعني ماشيين بتاخدوا رايحين يمين شمال بتاخدوا بطولات. البطوله دي بتمثل لك ايه؟ بصراحه يعني هي بطوله اول مره تتلعب في مصر. كاس السوبر اول مره يتعمل، فكان مهم قوي ان احنا فريق البطل هو اللي ياخده، خصوصا ان احنا متعودين يعني على البطولات. فكانت حاجه مهمه قوي يعني ان احنا نبتدي اول سنه احنا اللي ناخده عندنا في النادي. طيب البطوله دي بالنسبه لكم كانت صعبه جدا؟ احنا كنا بنحضر لها يعني. والمفروض شفتي عشان احنا عاملين نعمل قصه في الحكايه تمام. قلت الفرح مره مبطين هي دي السبب. لا 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 انا عمال اكرر مروه في كتير في البدايه عشان ما اغلطش. لا لو غلطت عادي. مروه البطوله دي بالنسبه لكم كانت المفروض بطوله صعبه قدام فريق برضو فريق محترم؟ ايوه هو طبعا ما فيش بطوله سهله. وهو فريق محترم وفريق بيدعم، واحنا اتمرنا والكابتن يعني اتكلم معانا في الحاجات اللي هي بتساعدنا ان احنا ناخد البطوله دي. والحمد لله ان اول بطوله باسمنا واول هدف في البطوله باسمي. ايوه فطبعا دي حاجه كويسه. الهدف قدامنا الهدف يا جماعه. فطبعا دي حاجه كويسه جدا. بس عشان انا عملت حاجه بعد ما قلت لك براحتك يعني مره صراحه نظبطها بقى شويه لقطات كده حلوه واهداف حلوه يعني. بس يعني اهو مروه معانا اهو. قول مروه معانا اهو. مروه انت لا ده مش ده ده المفروض يكون دخل فينا. ده كل فينا ده اللي دخل فينا. ده اللي دخل في فرح. اها يعني ان كرمهم يا جماعه. هاي ديت معلش معلش ده ملخص عموما يعني مش يعني بتحصل يعني. طب ده ممكن نعتبرها فاول يعني. مروه خدت كتف كده وهي طالعه محدش حس بحاجه. تظبط الدنيا انا مروه. واخد بالك مروه؟ ايوه وفرح طلعت كويس
فرح طلعت كويس في الكوره بس حظه. هي بتقلد شيكابالا؟ لا 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 احنا اهلاويه. هي اصلا زملكاويه اساسا يعني. هي كابتن الفريق بتاعتنا زملكاويه. كابتن الفريق زملكاويه اصلا. بس احنا اهلاويه يعني. كلكم انتوا ثلاثه؟ انا اهلاويه يعني. جدا كلكم اهلاويه. لا هات لي الكاميرا هنا بقى، في هنا نشوف الجول بس، نشوف قصه الايه دي لما نرجع. ده سبرنت ب 20,000. ده جول مروه. ده كان الاول؟ ايوه ده كان اول جون. ده كان اول واحد. ده التعادل. لا لا واحد كان اول جون 1-0. 1-0. احنا كنا فايزين 2-0. دخل فينا جون في الشوط الثاني. ده الجون الثاني بتاعنا. شبه جول عمر كمان عبد الواحد، الجول بتاعك دوت في الداخليه. عامة احنا جبنا جون تالت بس. بصوا يا جماعة، ممكن اقول لكم حاجة بعد اذنكم. في اختلاف صعب جدا في الكنترول فوق، والناس بتاكل في بعض فوق جدا عشان مختلفين. الملعب ده ملعب ايه؟ ترسانة. ده ملعب الترسانة. ملعب الترسانة؟ ملعب الترسانة يا جماعة جلال يكسب يا جماعة. جلال يكسب. حتى مكتوب الشواكيش. مكتوب الشواكيش يا جماعة. على السور. ايه اللحظة اللي كانت صعبة جدا يا اسماء في المباراه ديت؟ يعني حسيت ان المباراه ديت صعبه فيها، وحسيت ان ممكن الامور تتصعب جدا. احنا في الاول الشوط يعني كنا مضغوطين قوي. علشان احنا الفتره اللي فاتت الاخفاق في بطوله شمال افريقيا، فبالنسبه لنا المباراه دي كان لازم نكسب عشان يعني نقول للناس ان احنا راجعين، دجله راجع تاني. مش معنى ان احنا خسرنا في بطوله ان احنا خلاص وقعنا، لا بالعكس. كان لازم نكسب البطوله دي. فبالنسبه لي كان اصعب حاجه هو الشوط الاول. احنا ما كناش كويسين قوي. الكره يعني لما بتتقطع مننا مش بنجيبها بسرعه، يعني كنا تايهين شويه. بس بالنسبه لنا لما جبنا الجون او اول هجمه رحنا بيها حاولنا نهدى ونلعب كوره ونستحوذ. بعد كده جبنا الجون. بين الشوطين بقى يعني الدنيا اختلفت تماما. لعبنا كورتنا يعني الماتش اختلف تماما. حاولنا نستحوذ، رحنا على الجون كتير. فهو بالنسبه لنا يعني ان احنا بدايه المباراه بس ما كانتش كويسه. هي دي بس اللي كانت صعبه. لكن بعد كده زي ما احنا بنقول دايما ركبتوا المباراه يعني. خلاص انتوا بقيتوا مسيطرين على كل حاجه. بقينا مسيطرين على الماتش يعني. بس هي المشكله بس في البدايه، في الاول اول 10 دقائق احنا دايما بنتوتر. في اول 10 دقائق لو الفرقه اللي قدامنا يعني هي بدات الاول، فاحنا بناخد وقت طويل عشان نرجع تاني. بس الحمد لله يعني رجعنا في وقت اسرع وقدرنا نسيطر على الماتش. تمام. هسال فرح سؤال مهم جدا، عشان اكيد فرح بتزعلك وهي واقفه في الجول، صح؟ اكيد بتزعل كتير، صح؟ بتزعلي ولا بتزعلي؟ دايما بيقول لك حارس المرمى اللي صوته عالي وليدر من ورا كده هو اللي بيبقى حارس مرمى ناجح. ففي حراس مرمى بيبقوا هاديين قوي فما بينجحوش، ما بيعرفوش يليدوا الفرقه. بصراحه يعني انا من النوع اللي انا لو فضلت ساكته احس ان انا ابتدي بطلع من التركيز واحده واحده. برافو عليك. طول ما انا بتكلم معاهم في الملعب انا حاطه نفسي في مركز كل لعيبه في الماتش. يعني مثلا الكره كانت مع الفيرود، انا بفضل اكلمه 24 ساعه لحد ما الكره تبتدي تجي لي انا تاني. بحس ان انا جوه مود الماتش 24 ساعه ما بخرجش منه لحد ما الصفاره تنتهي. هايل هايل. مروه، انتوا المفروض بعد البطوله ديت انتوا داخلين منافسات ايه تاني كوادي دجله؟ في دوري اللي هو الدوري المصري، وبعد كده في كاس مصر. اللي حصل في بطوله شمال افريقيا انتوا لم توفقوا في بطوله شمال افريقيا، واحنا كنا متقسمين يعني الوادي دجله من الفرق اللي عنده بنات شاطره جدا وبنات لعيبه. احنا ما كناش في حالتنا، بس يعني هي كانت حاله واحنا ما كناش يعني مفوقين. فاحنا بنحاول نطلع منها، ودي اول بطوله، فدي تدينا حافز ان احنا نكمل وان احنا نفوق وان احنا نرجع اخطائنا. هايل. رايح لك انت بقى في الموضوع التقيل. انا حاسس من الاول انا بعرف اقرا الشخص. المكافئات كانت 100,000 ولا 150,000 جنيه؟ بصراحه السؤال ده تساله ما تخافيش من الحسد لكابتن وائل. لا ما تخافيش من الحسد. قولي لي مثلا يعني قولي لي مثلا هم كانوا حوالي 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ 70,000 جنيه. انزل شويه. لا بص، هو انت ممكن الا 97. شوف الجواب يعني انا كنت سمعت امبارح مره اللي طلعت اللي خط 100,000 الا 7. نعم مثلا شوف ال لا استنى انا حسبتها غلط. ايوه انت بتقولي 100,000 الا 97. اتمنى بس تقولي 97. لا لا الا 97. يعني انت هتنزل تحت مش انت يعني 3,000 جنيه. يعني هو بيبقى في بس هو في الرينج ده. ايوه يعني انتوا يعني انت ما هو برضه مكافاه مش لا هو في الكوره النهائيه واحنا بنتمنى ان عظيمه جدا الموضوع ده يتغير. يعني 3,000 جنيه دول تعملوا بيها حاجات كثيره قوي.
ما اعرفش بس هو ممكن تتغير مع الوقت. يعني احنا عايزين كل الحاجات دي يعني خلاص في تطور. ايوه صح. فالاسعار خلاص دلوقتي الدنيا بقت مختلفه خلاص. انا كنت لسه بتكلم في القصه دي انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى قرار ان المكافآت كلها اتغيرت بتاعه الرياضيين، وفعلا وزاره الشباب والرياضه علت المكافآت يعني جدا. انا كنت لسه بتكلم، انا لسه بكلمهم بقول لهم انا هروح العب لعبه فرديه عشان مكافاه 1,000,000 جنيه. برافو. دي طب دي نقطه مهمه جدا. بس انا اللي بفكر فيه دلوقتي انه مثلا يا فرح انه انت بتبقي عايزه حافز معنوي، انت بتلعبي الرياضه دي عشان انت بتحبيها، بتلعبي الرياضه دي عشان تكسبي بطوله، كل ده مهم جدا. بس اكيد طبعا. بس الامور الماليه دي مهمه جدا، خاصه لما بنتكلم في تطور بيحصل في كره القدم النسائيه. انت محتاجه كمان مقابل مادي يبقى مش هقول زي بتاعه الرجال طبعا، ما بتحصلش في العالم كله، بس مقابل مادي معقول. حاجه تقديرا كويسه لينا. لان اصلا معظم البنات اللي بتلعب كره دلوقتي ده مصدر رزقها. فمثلا البنت لما تاخد مبلغ قليل زي كده، طب ما هي هتضطر تنزل تشتغل تاني علشان تعرف تدخل نفسها دخل. والكوره دايما بتاخد نص وقتنا، يعني مش نص وقتنا، يعتبر وقتنا كله معسكرات تمارين، لازم اجي لازم اروح. فمثلا المبلغ الصغير مثلا اللي بناخده ده، طب لازم هنحاول نشتغل تاني ومفيش برضو وقت. هو انا ممكن اقول حاجه؟ يا ريت. بالنسبه ان هي اول بطوله وبتبقى يعني باسم وادي دجله، فالمفروض يكون ليها حاجه خاصه استثنائيه، مش المكافاه العاديه. وان هي كمان تكون مسجله باسم وادي دجله واول بطوله سوبر، فدي تبقى حاجه خاصه بصراحه. هل يا مروه المكافآت في البطولات التاليه بتبقى اكبر من كده ولا برضو نفس المكافاه؟ يعني اي بطوله بنفس المكافاه؟ لا يعني هو في الدوري عندنا لو احنا خدنا الدوري بتبقى البطوله بتبقى مكافاه 10. بس طبعا ده بنسبه المشاركه، يعني انت اصلا مش بتاخدها متقفله، انت على حسب ما لعبت بالدقايق بتبتدي تاخد فلوس. معلش انا دلوقتي بحاول افهم شويه حاجات، يعني اعذريني النهارده. لا لا يعني دوري كامل ب 10,000 جنيه يعني الدوري كله. انا شاركت او ما شاركتش؟ لا انا فهمت دي، انا فهمت دي. بس عايز اسال حاجه مهمه جدا. هو دلوقتي انت مش بتتدربي تقريبا يوميا، بتلعبي مباراه كل كام يوم كتير؟ يعني على مدار السنه احنا بنلعب ماتشين في الاسبوع او ماتش على حسب الدوري. مثلا لو مضغوطين عشان في بطوله بعديها فبيكثفوا الماتشات. المفروض احنا لينا مرتب ثابت، والسنه دي عملوا ده بالعقد. يعني احنا عندنا اصلا ما كانش في عقود، ده كانت استمارات. يعني احنا تطورنا شويه وبقى في عقود. التطور بقى عقد، بس العقد بقى قليل جدا طبعا. قليل جدا جدا. لما يبقى المكافاه بتاعت الدوري كله 10,000 جنيه بالظبط. العقد يعني. وكمان بنسبه مشاركه، يعني حتى مثلا مش بتاخدها متقفله مثلا 10. لا دي بتبقى بنسبه المشاركه. يعني انت ممكن تاخديهم 1,500 في الاخر. على حسب بقى، يعني انت وشطارتك. عارف مصاب ربط وانزل عشان لازم اقفل ال 10 عشان مش هينفع. مصاب ربط وانزل على طول. ومفروض المرتب بتاعك بينزل كل شهر. فطبعا مش هسالك عليه والله. مش هسالك عليه، لا ده كفايه كده، كفايه انا ما سمعت. فطبعا لا، وبعدين انا مثلا بلعب، فاللي هو انا عايز اطور من نفسي، فانا بشتغل على نفسي، فلازم هشتغل بره على نفسي. النادي بروح وباجي، لا المصاريف جامده. وكمان احنا بنطور من نفسنا عشان احنا لازم نحسن من شكل اللعبه اللي احنا بنلعبها 100%. برافو عليكي. فمفيش بقى ده، يعني العائد المادي مفيش خالص. فبتضطر انت تدفع من جيبك او تشتغل عشان تعوض ده في ده. بره هم ناجحين عشان هم كل حياتهم كوره طبعا. فطبعا يعني انا مثلا لو انا متوفر لي كل حاجه، فلوس وامكانيات وكل، انا هعمل عليا وزياده. صح. هاكل كويس، هنام كويس، هنتزم في كل حاجه، هركز في مبارياتي بشكل كويس، مش هركز في الشغل. انا عندي شيفت ولا عندي تارجت تعمله في الشغل ومش عارف اركز في الماتش. يعني احنا برضه عايزين نبقى زي بره. واحنا يعني انا مش بفتخر نقول ان بره احسن مننا، لا بالعكس، احنا المفروض نتضايق لان احنا برضه عندنا امكانيات. صح. طيب. لكن احنا موهوبين قوي، بس ما عندناش حته النظام او كده. هم بره يعني هم مش موهوبين. صح. بس النظام مخليهم في حته ثانيه. بس اسماء انا حاسس برضه، عشان برضو ندي الحته الايجابيه، انه بدات العين تروح على كره القدم النسائيه. يعني من سنتين ثلاثه اربعه كده ما كانش حد يعرف اصلا في كره قدم نسائيه في مصر، واحيانا ما كانش حد بيلعبها اساسا. دلوقتي بقى في بنات عايزه تروح تلعب كره قدم، بقى في انديه بتطلع، بقى في اهلي وزمالك شفنا دلوقتي بقى يعملوا فرق كره قدم نسائيه. انت لمسه التطوير دوت، بغض النظر عن الامور الماليه دلوقتي خلاص دي قصه ثانيه، بس لمسه التطوير ده والاهتمام دوت. من سنتين او ثلاثه بدا الموضوع في تطور زياده. صح. حتى كمان الفترة اللي فاتت دي السوشيال ميديا بقت خلاص، يعني الناس كلها بقت بتتشاف، الماتشات بتتذاع. صح. أول مرة يبقى كاس السوبر استوديو تحليلي للمباراة. صح. فدي حاجة كويسة جدا. الإعلام بيهتم. فدي حاجة برضو كويسة. أتمنى يكون في يعني اهتمام أكتر كمان زيادة. بيكون في مباراة يعني ياريت تتذاع، دي هتبقى حاجة كويسة، الناس تعرف إن في
الكره النسائيه في مصر وفي ناس كويسه جدا وفي فرق كويسه، فيا ريت الاهتمام يزيد كمان بمباريات الدوري. على الاقل مثلا نشوف مباريات للدوري تتذاع، فدي هتبقى احسن بكتير والناس هتعرف ان في مصر كره نسائيه وفي منتخب والدنيا يعني تتطور اكتر. عارفين انا مش عارف انتوا مهتمين بكره القدم النسائيه اوروبيا ولا لا، بس نهائي دوري ابطال اوروبا مثلا يعني كان لسه بيتلعب من كام شهر يعني كان الاستاد مليان على اخره يعني. لا هو لا هو بره فيه اهتمام جامد قوي قوي، الاستاد مليان يعني اللي هو الناس كلها خلاص رايحه اتفرج على ماتش اعتقد على ما اتذكر يعني كان تشيلسي وبرشلونه لو انا مش لا كان مين بقى قولي لي انجلاند لا ده كاس العالم انت بتتكلمي على كاس دوري ابطال اوروبا. طب فكرني دوري ابطال اوروبا كان برشلونه و برشلونة انا اتفرجت على الماتش حد غششني وقال لي بايرن ميونخ مش عارف هو بيكذب ولا ايه. لا انا اتفرجت على الماتش ده بس مش فاكره برشلونه كان يعني كان في كل الاحوال كان الاستاد مليان كان مليان. دي النقطه انه ان احنا عايزين الاستادات بتاعتنا يعني تبقى مليانه وفرح تبقى الامور مثلا ايه الناس رايحه تتفرج على الفرح. انت اكيد انت كفرح تبقى نفسك تبقى قاعده في الملعب بتلعبي وسامع جمهور بيشجعك اكيد، بس هو في نقطه صغيره بتحصل مثلا لو في ماتش اي يعني اي ماتش هيتذاع لينا وكده هما مش بيقولوا لنا دخلوا الجمهور اللي انتوا عايزينه، لا انتوا اكتبوا اسامي الناس اللي انتوا عايزينها تخش. مش سامحين لكل الناس مثلا اللي عايز يخش يتفرج يخش. لا يعني النقطه دي المفروض تتغير اللي هو طب احنا عايزين الدنيا كلها تشوفنا. لما مثلا راجل كبير كنا في ماتش بتاع اسكندريه في استاد اسكندريه الراجل كبير عايز يخش يتفرج علينا منعوه. طب يا جماعه انتوا منعتوه ليه؟ طب هو نفسه يخش يشوف الكره النسائيه عامله ازاي بيلعبوا ازاي. افرض مثلا عنده اولاد نفسهم يلعبوا كوره يقول لا البنات بيعرفوا يلعبوا البنات كويسين. طب تدي لهم فكره صح. بس صح دي نقطه مهمه جدا. فولفسبورج على فكره مش بيلعب فولفسبورج حلو كده ده الماني حلو كده انا عشان كده مرموش كمان لسه يعني ماشي هو اصلا يعني فريق كويس جدا وهو بيوصل دايما للنهائي هو وليون من الفرق الكويس. طيب مروه من الحاجات المهمه جدا اللي احنا برضو نفسنا نشوفها يبقى عندنا منتخب قوي لكره القدم النسائيه. حاسين بده؟ هل المنتخب بتاعنا دخل في مرحله التطور ولا احنا لسه بعيد؟ بغض النظر انت في المنتخب ولا لا انا ما اعرفش. ايوه لا طبعا هي دي كده كده اصلا دي طبعا يعني وجهه نظر وتحترم. انت بتقولي المنتخب وحش؟ ايه لا طبعا انا عارف ماتش بتاع الكوره لا طبعا دي وجهه نظر وتحترم ايا كان انا موجوده او مش موجوده. انا مش موجوده ولو موجوده او مش موجوده برافو عليك. بس يعني هو التصنيف يعني لسه تحت. احنا الحاجه و90 على العالم يعني مفهوم. بس بدانا لا بقينا حاجه و80 دلوقتي حاجه و80 يعني بدانا بس 84 او 83 احنا بدانا ناخد خطوات لقدام. احنا ما كانش عندنا منتخب اصلا كره قدم نسائيه لا هو ما كانش فيه طبعا. احنا بدانا وبقى في ناس محترفه فما تجيب محترفين بقى يبتدي يعملوا ماتشات وديه كتير برضو اللي ما كانش بيعملوا ماتشات خالص. ما كانش فيه ماتشات خالص برافو عليك. اللي احنا كان بقى لنا 5 سنين اصلا يعني ما بنشاركش في اي حاجه صح. فاللي هو احنا نخش وتصنيفنا يعلى مره واحده كده دي حاجه كويسه قوي. طيب واحنا بنعرض الملخص بتاع المباراه مباراتكم يعني ابتدت واسماء تحديدا لما قلت لها دي احتفال شيكابالا قالت لي لا شيكابالا ايه انا اهلي كده انتوا قلتوا ثلاثه اهلاويه. ايه رايكم فكره ان الاهلي والزمالك بداوا يعملوا فرق كره قدم دي حاجه كويسه يعني حاجه كويسه وهتشجع البنات اكتر لما يكون في اهلي وزمالك فدي هتبقى حاجه كويسه جدا. هتخلي الكره النسائيه تانيه كمان هيبقى في اختلاف هيبقى في اختلاف في الكره النسائيه. مش هيبقى فيه مثلا دجله ومعادي بيراميدز بنك اهلي لا انديه محترمه جدا بس ما عندها مش انديه جماهيريه مش انديه يعني جماهيريه. تخيل مثلا انت بتلعب في الاهلي ومثلا 50,000 بيتفرجوا عليك خطير ده لوحده احساس تخيل انت قاعده تلعبي وفي حد بيندع عليك يعني ده مجرد تخيل الجمهور كله يعني عارف مين بيلعب في الاهلي مين بتلعب في الزمالك دي حاجه لوحدها مختلفه. انت ليه بتلعبي كره القدم اصلا تلعبي؟ بصراحه من وانا عندي 7 سنين يعني طلعت كده بحب الكوره لوحدي لوحدي فقررت تلعبي كوره فقررت العب كوره وما كانش حد بقى في البيت قال لك لا بتلعبي لعبه ثانيه اخف اسهل بتاع لا لا هم ما قالوش لعبه ثانيه بس هم كانوا معترضين على الكوره اصلا بس فبعد كده لعبه ولاد اللي هو صح اعتراض ده كان تفكيرنا زمان انه لعبه ولاد اعتراض لا تلعبي كوره ازاي ومش هينفع انزل الشارع العب مع اصحابي وكده وبعدين ارجع تاني فالموضوع كان صعب شويه. نفس السؤال يا فرح يعني انت كمان بقى انت امرك مختلف انت بتلعبي كره قدم نسائيه واخترتي كمان مركز حراسه المرمى ليه؟ انا اصلا ما كنتش بلعب كوره انا كنت بلعب باسكت بول تمام فحصل شويه كده لخبطه
انا كنت بحب الباسكت قوي، فحصل وسايط يعني في النادي وكده، فكابتن وسام شافتني وانا بلعب باسكت، قالت لي ايه رايك ان انت تبقي حارس مرمى يعني تيجي تجربي عادي. قلت لها طيب ماشي مفيش مشكله. ما روحتش التمرين اللي هي قالت لي عليه، وشافتني بالصدفه احمد اخويا كان بيلعب في ملعب خماسي في النادي، فقال لي فرح متقفلنا جون. قلت له يا ابني انا ما بعرفش. عارف انا كنا بنعمل كده في اخواتنا البنات، شوتي لقيت نفسي بترمي على الارض. في جول اللي هو في جول انت عشان شايل حد في جول، فهو انت وخلاص. ففجاه واحده هو بيشوط عليا لقيت نفسي بطلع عادي بايدي كده بترمي على الارض الكوره. اللي بالصدفه بقى اللي شافني مين؟ كابتن وسام. انت ما تجيش تمرين ليه؟ قلت لها انا مش عايزه العب كوره. قالت لي ما انت بتلعبي اهو، تعالي جربي بس. بدات بقى اعمل بالانس، اروح مع اخويا الاكاديميه اتمرن هناك شويه كده كده، بعدين رحت منتخب الناشئين بتاع مصر، بعد كده رجعت المنتخب الناشئين اتصعدت فريق اول دجله، بعدين من دجله فريق اول فريق اول منتخب مصر. هايل. طيب حتاني مروه دي، مروه زي ما قدمتها كده كانت بتقول لي قبل الهوا ان هي بتلعب تقريبا في 18 مركز من 11 تقريبا، يعني لسه بقول لها بتلعبي ايه؟ بتلعب نص ملعب 6 و8 ومساك وباك وكل حاجه. انت ايه بقى؟ بتلعبي فين بقى في الملعب؟ مركزك الاساسي الاول؟ انا نص ملعب. نص ملعب اللي هو 6 ولا 8 ولا حسب الظروف؟ 6 يعني 6 و8 يعني ده على حسب بقى ايه طريقه لعب الكابتن بتاعنا. 6 او 8 تمام، طريقه المدرب بتاعنا. العادي بقى بيدخلوكي فين؟ كذا كام مركز بقى لعبتي فين؟ الكابتن مثلا ساعات يحطني مساك وساعات يحطني باك، وطبعا ممكن العب 6 او العب 8. 6 او 8. شكلك طيبه بس في الملعب مش طيبه صح؟ في قوه بقى وعنف وكده، والمركز يعني بتاع القوه والعنف. أيوة صح؟ في التاكلينج بيشيل اللي قدامك صح؟ تنداي لها شيليها ولا انت اللي بتشيلي اصلا؟ انا بشيل برضه. انت اللي بتشيلي برضه. مين اكتر حد بتحبيه في المركز دوت في لعيبه في سواء في مصر او عالميا يعني رجاله؟ في مصر طبعا حسام غالي، يعني حسام غالي من الناس اللي انا وطبعا حاليا ديانج من الناس برضه اللي احب اتفرج عليها، مروان عطيه كده يعني. هاي انت مركزك بقى الليفت باك. بس مش مركز الاساسي، بس انا دلوقتي بقيت باك ليفت. إيه اول حاجه كنت بلعب فيرود، وبعدين هاف ليفت او هاف رايت، وساعات بلعب مساك مع مروه برضو. انا طلعت زيها. لا ما بلف هي نفس انت عملت نفسك انت بس واحد دخلك مهندس دخلني باي مكان بس عشان ما فيش حد اشول ف حطوكي ورا. بس انا بحب العب هاف رايت. يعني مين احرف؟ مين حريف؟ مين اللعيب الحريف اللي فيك؟ هو حريف دي اللي هو المهاري يعني الواحد يعني الواحد كده يكلفته يعني. ايوه لا يعني هو حتى لو يعني كل واحد له ستايل لعب بقى يعني. كل واحد له ستايل لعب. انا فاهم، انا عشان كده قلت يعني انت مثلا انت دورك اصلا في مركزك اللي هو مثلا مش هينفع اللي هو حتى لو ده عندي انا مش عارف اعمله عشان يعني مركز ما نهزرش هنا. بالظبط كده، في حد هيصرخ لنا بره. بالظبط، هو المدرب بتاعنا ما يتوصلش في الحته دي بصراحه. يلحقك يلحقك. وانت قلت لي مين ماسك الاله في المركز ده اللي هو زي الايسر يعني او المهاجم او الجناح؟ انا ابراهيموفيتش. ابراهيموفيتش. حلوه دي حلوه دي. وانت مين في حراسه المرمى في مصر؟ الحضري والشناوي طبعا. محمد شناوي ولا احمد؟ محمد شناوي. بره نوير تريش تيجن، في البنات هوبسولو. الله، تقولي هوبسولو دي بتلعب فين بقى عشان مش متاكد؟ دي بطلت في امريكا. حارس مرمى منتخب امريكا بس بطلت. دي كانت جامده، دي بوفون بتاعت العالم يعني اللي هو الاسطوره يعني. انتوا بجد شرفتوني ونورتوني، القعده معاكم كانت لطيفه جدا بصراحه يعني. يعني بفرح لما بشوف زيكم كده، فرحان ان في بنات بتلعب كوره، فرحان ان في بنات بتعرف تعمل انجاز، فانا بشكركم شكرا جزيلا. شرفتوني. شكرا لحضرتك. شكرا والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. احنا لسه مكملين مع حضرتك، ده كان لقاء مع فرح سمير حارس مرمى وادي دجله، مروه توفيق لاعب وسط وادي دجله، اسماء علي لاعب او ظهير ايسر فريق وادي دجله. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، كابتن كريم ذكري وايضا الصديق العزيز محمد جمال وفقره تحليليه مهمه جدا، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. بصوا يا جماعه، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. كلاعب كان لاعب ممتاز جدا، كراجل اداري ممتاز جدا، بس هو اللي انتم ممكن ما تاخدوش بالكم منه، ان شاء الله تاخدوا بالكم منه كويس قوي الفتره اللي جايه، ان هو محلل كوره جامد جدا جدا جدا،
كابتن كريم ذكري. يا كابتن كريم منور الدنيا. بنورك يا كريم، ومش عارف اقول لك ايه على الكلام الجميل ده والله. انا يعني اتشرف ليا طبعا، وانت مش عشان قاعد معاك النهارده، لا انت من الناس المتميزين خلقا وموضوعيه، وبتقدم محتوى فعلا وصل لكل المصريين. يا حبيبي يا رب يخليك. وايضا صديقنا المميز دوما محللنا في رقم 10 جيمي محمد جمال، منور الدنيا يا جيمي. مبسوط انا موجود معاك كابتن كريم. طيب اخبارك ايه؟ زي الفل. طيب كويس، امورك كويسه؟ كله حلو. طيب انا عايز ابدا معاك بسؤال عام. يعني اربع فرق مصريه بتصعد لمجموعات كونفدراليه ودوري الابطال في وقت كان الجوله الاولى او الذهاب سيء جدا لثلاث فرق، فرقه واحده بس اللي كانت الذهاب بتاعها كويس هو النادي الاهلي، وكان بيلعب في مصر. ثلاث فرق كانت الذهاب سيء جدا، العوده كانت ممتازه جدا. فكره ان يبقى في اربع فرق في دور المجموعات شفته ازاي؟ اربع فرق مصريه. يعني طبعا مش عايز اقول انجاز، لان الاربع فرق عندهم سكواد كويس جدا صح، حتى بالظروف اللي بيمر بها نادي الزمالك. لكن لا، الزمالك انا شايف المباراه كانت سهله، لكن انا بتفق معاك ان مباراه الذهاب بالنسبه للثلاث فرق كانت صعبه. لكن عايز اقول لك ان في فرقتين ما تقلقش عليهم، الاهلي وبيراميدز، يعني دول الاقوى. انا شايف ان بيراميدز بقى متمرس رغم اخفاقه في الكونفدراليه السنه اللي فاتت واللي قبلها، لكن برضه في وقت من الاوقات كان بيوصل لنهائيات وحاجات كويسه كتيره جدا عملها سواء في الكونفدراليه، وان شاء الله يحققها في ابطال افريقيا. بس دوري ابطال افريقيا اصعب. اصعب الكونفدراليه الامور بتاعتها سهله شويه، مش سهله قوي يعني، بس يعني تقدر توصل النهائي فيها بسهوله. لكن ده ابطال افريقيا فيها فرق كبيره جدا، يعني فيها فرق كبيره، لكن برضه بيراميدز فريق كبير. ويمكن اول سنه من وقت ما انشئ بيراميدز احس فعلا ان الصفقات بتبقى بتتعامل بالعقل، اللي انا محتاجه مش بالنجوميه صح. انا في وقت كبير جدا كنت بشوف بيراميدز ده نجم الاهلي، ده نجم الزمالك، ده نجم المصري، ده نجم وات ايفر بقى ايا كان النادي اللي بنتكلم عنه، بس انا بجيب النجم. بدليل ان في وقت من الاوقات كان عنده الشناوي، احمد الشناوي طبعا، وعنده شريف اكرامي، وعنده المهدي صح. دي عملت له مشكله كبيره جدا، وشفنا في وقت من الاوقات ان المهدي خرج واتكلم، وبعد كده خلاص خرج من بيراميدز. طب انا بجيب ثلاث اجوان، الثلاث اجوان يروحوا يتوزعوا على الفرق الثانيه ويلعبوا فيها صح. طب انا ليه بجيب في حراسه المرمى ثلاثه؟ قيس على كده في كل خط من الخطوط. السنه دي انا حاسس انهم بيتعاملوا بموضوعيه شويه في موضوع الصفقات، وشفنا كمان باتشيكو طلع اتكلم عن الصفقات وقال كل اللي انا احتاجته والصفقات اللي انا عايزها في المراكز المحدده بالنسبه لي انا جبتها. وانا شايف السنه دي اللي بداوا يتعاقدوا مع المراكز اللي هم محتاجينها بخلاف السكواد القوي اللي عندهم. فانا شايف ان بيراميدز ما تقلقش عليه في ابطال افريقيا. النادي الاهلي طبعا حدث ولا حرج، يعني ما شاء الله في فرقتين، يمكن في وقت من الاوقات بتلاقي الاربعه اللي قدام بيطلعوا واربعه تانيين بينزلوا مكانهم والسكور بيفضل مكمل عادي صح. فدي ميزه كبيره جدا. نيجي للمودرن فيوتشر والزمالك. مودرن التغيير الاجهزه الفنيه برضو بتعمل ركه شويه للسكواد اللي موجود. انا شايف ما عملتش ركه كبيره بصراحه برضو. خلي بالك هو المباراه كانت هتهرب شويه، كانت هتهرب يعني اللي هو بيكسب واحد بعد كده بيتعادل على ارضه فبيتاخر بهدف عشان هو مغلوب بهدف بره، بس تبقى متاخر يعني انت طلب منك لاعب وانت كسبان 2-1 ومحتاج اصلا محتاج جول ثالث، محتاج جول ثالث تعرف تجيب الجول الثالث والجول الرابع، فده برضو شيء رائع. ودي ميزه الجهاز الفني اللي موجود في مودرن فيوتشر. انا بصراحه عاجبني جدا، يعني اول ما حس بخلل في الملعب وخصوصا في وسط الملعب راح مخرج علي زعزع على طول، ما تواناش وما فكرش كتير وما قالش ده لعيب صغير هصبر عليه، وراح منزل نصر. انا بقول لك نصر غير حاجه كتير جدا في الماتش صح. يعني قبل نزول نصر مش هتشوف احمد رفعت كتير، مش هتشوف احمد عاطف الا في الكره اللي جاب فيها الهدف، ودايما حتى الهدف اللي جابه كان لوحده في ال 18 على 3 صح. فما كنتش هتشوفه كتير، كان صح. حلقه الوصل اللي موجوده كان مودرن في وقتها مفتقده، مع نزول نصر لا الامور اتظبطت. شفنا كمان الهدف الرابع، وهنخش على مباراه الزمالك. بس جمال طبعا قبل ما نروح للزمالك عايز اسالك على فيوتشر بس حاجه معينه يا جيمي، حاجه واحده بس معينه. عمر كمال عبد الواحد اداء رائع جدا منذ بدايه الدوري وايضا في المباراه الافريقيه الاخيره، وعمر فاضل له في عقده يعني اخر سنه ديت، يعني هو صحيح. في يناير ممكن يوقع. احكي لي عن عمر كمال عبد الواحد، وراجل عنده 30 سنه بيقدم افضل مستوى ممكن من وقت كارلوس كيروش وحتى الان، وبيعمل لهذا الاداء في سن 30 سنه، نجوميه ظهرت في العمر دوت، مرونه تكتيكيه كبيره جدا جدا عند عمر كمال عبد الواحد. وده قبل ما يكون بيتالق، الراجل لعب في مركز الظهير الايمن ماشي بشكل ممتاز، لعب في المصري مع كابتن علي ماهر في الجناح اليمين وابتدى يدخل انسايد وكان ماشي بشكل ممتاز، لعب بيلعب دلوقتي في الوينج ليفت الناحيه الثانيه خالص، لعب باك ليفت مع فيوتشر. فاهم ميزه راس ماله هو المرونه التكتيكيه. انت بتشتري لعيب هو ايا كان عندك مشكله فين في الملعب، لا هو الراجل اي مركز على الاطراف الراجل بيشتغل فيه بشكل ممتاز، الظهيرين والجناحين
النقطه الثانيه ان هو لعيب بعمر لعيب مجتهد جدا بيركز في الملعب اكتر ما بيركز في اي حاجه ثانيه. عمر كان عنده كلام مع النادي الاهلي, كان عنده كلام مع نادي بيراميدز, ومع ذلك الراجل لسه مركز رغم ان الفرقه اتاثرت بشكل كبير جدا. بتكلم على لما وفضي فرقه من وسط ملعبها بوبو بواحد من نجوم الفرقه خرج, مهند لعيب كبير جدا خرج, فلما وسط الملعب وعدد اللعيبه التقال اللي في الفرقه قل شويه, خروج كمان سعد سمير عودته الاهلي وبعدين يطلع سيراميكا, فانت بتتكلم على اربع خمس لعيبه تقال جوه الفرقه خرج. فلما انا نجم الفريق الاول هو عمر كمال عبد الواحد رغم كل الغيابات دي, فالراجل محافظ على الفرقه, بقى قادر ان هو يقود الفرقه بعد كل الغيابات دي, قادر يحافظ على مستواه. الراجل بيشتغل على الاطراف بشكل ممتاز, بقى يدخل كمان في العمق الفتره الاخيره. يمكن الهدف اللي سجله في مباراه سنجيده 1 2 جوه ال 18, الراجل داخل بنتريشن من العمق مش من على الطرف خالص, مسجل هدف في المباراه اللي قبلها, مسجل هدف مع المنتخب الداخليه. انا بقول مباراه الداخليه دي هدف عمر كمال ممكن يتاخد من احسن اهداف الدوري السنه دي. انا كتبت على تويتر بوشكش من احسن اهداف العالم يعني. والميزه ان احنا ما عندناش لعيبه كتير بتصوم بشكل جيد في الدوري الفتره الاخيره, هو الراجل اللي بياخد القرار وجوده تنفيذ القرار بقى هي دي اللي سجلت ده. الراجل ماشي بمومنتم ممتاز. انا شايف انه هيبقى خناقه عمر كمال عبد الواحد, هيبقى خناقه مع نهايه الموسم بين الاهلي وبيراميدز. انا عايز اضيف حاجه لعمر كمال. لا قبل حاجه بس, هو بيقول لك خناقه هتبقى بين الاهلي وبيراميدز والزمالك. الزمالك حتى اللحظه الزمالك ما بتخنقش على لعيبته, فيعني لما الزمالك يبتدي يحل مشاكله ممكن يدخل في المعادله. ما على اخر موسم هيكون المشاكل اتحلت, ما لازم احل المشاكل الاول. الخطوه الاولانيه افك القيد, ادفع مستحقات اللاعبين, اشوف المشاكل الموجوده عندي واحلها. ده امتى؟ لازم في يناير. الاهلي محتاج عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد اضافه انه بيلعب في مركز كتير جدا بحل ممكن يضاف للسكواد. انا هنا مش ببقى اتكلمش هل الاهلي محتاج باك رايت, هل الاهلي محتاج وينج رايت, اصل عنده هنا خالد وهاني, اصل هنا عنده كذا فلان, اصل في الباك ليفت عنده معلول, اصل هو مش عدلته يلعب في الليفت. في النهايه انا عندي لعيب حل, لعيب جوكر بيقدر يلعب في اكتر من مكان, لعيب دولي. اعتقد ان فيتوريا مش هيخرجه من المنتخب, وكان بقاله فتره بعيده عن المنتخب بسبب الاصابه, وما رجع خد فتره عشان يرجع المنتخب تاني. فيتوريا هياخده مع محمد هاني في مركز الباك رايت, حتى لو مش هيلعب عمر في الباك رايت, لكن هيبقى موجود مع محمد هاني في الباك رايت كجوه السكواد يعني. فلا هيبقى موجود طبعا. طيب. في خيارات الاهلي وخيارات بيراميدز. حلو, اتفضل كابتن كمال. اضيف حاجه لجمال وهي اهم حاجه بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد. كابتن كمال عبد الواحد والده المعد البدني, وراجل فاهم كويس جدا, وراجل انا اشتغلت معاه على المستوى الشخصي في منتخب مصر للشباب مع الكابتن حسن شحاته, وكمل كمان معاه في المنتخبات والبطولات اللي المنتخب خدها. راجل فاهم جدا, راجل دارس جدا, فاعتقد ان هو حط كل الخبرات دي في كلها في عمر يعني كمان. هو فارق مع عمر كمان. انا كنت اول حاجه سالتها انت ازاي وصل ل 30 سنه, وجمال قال نقطه كويسه. اللعيب النهارده انا ممكن استخدمه في كذا مركز, بس امتى؟ لما يكون قاف على رجله, لما يكون عنده مخزون بدني. خلي بالك انت في وقت من الاوقات ما بتلعبش بالبدني بتاع الوقت ده, انت بتلعب بمخزون البدني اللي انت متاسس بيه. فده متاسس صح, ده متاسس صح. الكابتن كمال عبد الواحد لا يعني حط خبراته كلها في عمر كمال, عشان كده انت النهارده ما شاء الله بتبص لعمر بيلعب في اكتر من مركز. النهارده واقف على رجله, بيلعب 90 دقيقه, بيلعب منتخبات, بيلعب مؤثر الفرقه, عشان هو المخزون بدل عنده كويس. راجل شغال على نفسه كويس. فطبعا عمر لو ما كملش مع مودرن فيوتشر, ومودرن فيوتشر قدر يجدد له التعاقد, وشايف ان الخطوه اللي جايه لعمر انسب له هو ايه؟ انا بقول الزمالك. لو زي ما جمال قال, بص هقول لك على حاجه, خلينا نتفق ان انا دايما لعيب الكره النهارده الافكار اتغيرت عن زمان. يعني كان زمان ايامنا احنا واحنا بنلعب في بدايه الالفينات, الماتش الوحيد كان بيزعل قدام اهلي وزمالك بس. الماتشات دلوقتي بقت كلها مزعه, فاصبح الاوبشنز اللي انت تلعب في اهلي او زمالك طبعا ناديين كبار, لكن في نفس الوقت تلعب طول ما انا بره الملعب انا رصيدي واسهمي بتقل. هي بورصه, خاصه المقابل المادي كمان بقى قريب جدا من بعض الانديه في مصر. بعيد عن الحاجه الثانيه بتاعت الاهلي والزمالك, هو بس اللي كانوا بيدفعوا. المنتخب دلوقتي المصري بيدفع, فيوتشر بيدفع, بيراميدز بيدفع, انديه كتيره جدا بتدفع. فانت النهارده خلاص الموضوع بقى قريب. الحاجه الاهم ان انا النهارده بلعب في مودرن, بلعب في المصري, بلعب في وات ايفر بقى ايا كان, اروح المنتخب. ليه اروح المنتخب؟ الماتشات كلها مزعه, الهاله الاعلاميه اختلفت على ايامنا احنا. عشان كده كان اي حد بيجي له اهلي او زمالك, انا اروح عشان عايز مدرب المنتخب يبص عليا, عايز اروح المنتخب. لكن الوقت الامور بقت كلها زي بعضها. طيب عايز اسالك على الزمالك بقى. انا كنت سايب دي لوحدها عشان تكلمني على مباراه الزمالك امام ارض السودان, مباراه العوده, وانه الزمالك يقدر يفوق في 38 دقيقه ويرجع بنتيجه المباراه. خليني اقول لك ان الزمالك ما فاقش الا لما اللعيبه لعبت بالطريقه اللي على مزاجها.
وللاسف انا بقول كده لان انا ضد ان اللاعب يعمل اي حاجه غير المدرب قاله حتى لو غلط. لكن خلينا نبص يمكن الاهداف يعني لو هي موجوده او متحضره هشوف لو معانا نقدر نزعل يعني اول في الدقيقه الثالثه او الرابعه كان في هجمه خطر. قولوا يا جماعه لو الاهداف معانا ولا الكابتن كريم يعني مش معانا للاسف ما فيش مشاكل. كان في كان في هجمه خطر على الزمالك في بدايه المباراه لو انت فاكرها يا جمال كانت من ناحيه اليمين دي بدايه الخطوره كلها. بعدها على طول شفنا الهدف جه من ناحيه الشمال العكس يعني اول هجمه كانت اسف كانت من ناحيه فتوح ناحيه الشمال بالنسبه للزمالك والهدف جه من ناحيه اليمين. ليه الاهداف دي جت او الخطوره جت هنا من الاول وبعد كده يجي الهدف من هنا؟ عشان طريقه اللعب ذات نفسها مش مناسبه مع اللعيبه اللي موجوده. النهارده لما بدا بالتشكيل كنا بنطالب قبلها لو انت فاكر احنا بنتكلم عن مباراه المقاولين ما كانش بيلعب براس حربه راح بادئ المباراه دي بالاثنين راس حربه. طب انت مين عندك بره عشان تنزله؟ دي رقم واحد. رقم اثنين ما لعبش باربعه ده لعب بثلاثه فلات. مين في الثلاثه اللي بيلعب مساك؟ هو الزناري بس. لكن لو جيت تبص على المسلوس هو ما بيلعبش اصلا مساك هو بيلعب باك رايت. فتوح انا مش متخيل انا عقليه في الكوره يشوف احمد فتوح بالامكانيات اللي ربنا مديها له هجوميا وحجمه انه يقف مساك ثالث وهو اصلا مش جاهز بدنيا. فاصبح ان الشوط الاول انت بتلعب بامكانيات مش موجوده وده اللي احنا دايما بنتكلم عنه بامكانيات مش موجوده في لعيبتك. عمر جابر المفروض باك رايت النهارده لانه بيخش في وسط الملعب جنب دونجا فانت اصبح النهارده لغيت الاطراف عندك سواء هجوميا او دفاعيا. دي كانت مأثره على الزمالك بشكل كبير جدا. جه منها هدف في الشوط الاول. بص على الشوط الثاني من قبل ما الشوط يبدا كمان لما الونش نزل بين الشوطين واتكلم مع اللعيبه لما اللعيبه كلها جمعت بعض في وسط الملعب انا عندي قناعه شخصيه ان اللعيبه عملت اللي في دماغها. ايه هو اللي في دماغها؟ وراجع الكلام ده تاني اللي انا بقوله لك هتلاقيه بالدقايق ان فعلا في بدايه الشوط الثاني عمر جابر خد بعضه وراح ناحيه اليمين. بص انا اتصور اختلف معاك معلش انا اتصور انه هم ما عملوش اللي على مزاجهم بس اتصور ان الجهاز المعاون تدخل يعني لكن مش المدير الفني مش ما يعني ما اعتقدش انه اللي حصل في الشوط الثاني ده كان افكار اوسوريو على الاقل هو وافق عليها بس دي كانت افكار الجهاز المعاون. طب انا هقول لك بدليل ان افكار اللعيبه ان احمد فتوح اصلا طول المباراه كان مكمل ما راحش ناحيه الشمال بالعكس كان مكمل مساك واحمد فتوح كان له دور كبير جدا في الهدفين اللي جم لنادي الزمالك اللي قدر يرجع بيهم. بعد الهدفين اللي جم بدا احمد فتوح يرجع تاني ويقف مكانه يعني في بدايه اللقاء الشوط الثاني هتلاقي الكلام اللي بقوله لك ده احمد فتوح دايما كان بيزيد لقدام وسايب مكانه خالص ريسك كبير لكن هو انا مش قادر اقف اكتر من كده صح. انا ربنا مديني امكانيات في نص ملعب الخصم وده اللي شفناه الزياده بتاعته فرقت لما عمر جابر راح ناحيه اليمين بدانا نشوف عمر مع شيكا عمر مع زيزو الجبهات فرقت. فانا شايف من وجهه نظر انا وخبراتي ان فتوح لا انا فتوح ما فيش مدرب هيقول له انت بتلعب مساك وزيد نص الملعب وتسيب المسلوس او الزنار لوحده دي ما بتبقاش من مدرب خالص. هو فتوح خد بعضه وزاد كل كره كان بياخدها وبيزيد بيها بيلاقي مساحه بيزيد ما كانش واقف عكس الشوط الاول. فانا شايف ان اللعيبه الخبراتها هي خبراتها والحماس اللي احنا بنتكلم عنه ودايما انا بقول كده الفيصل في مباريات الزمالك سواء في مباراه بيراميدز او المباراه الاخيره في الكونفدراليه هي خبرات اللعيبه وحماس اللعيبه. انا هاجي لك على الزمالك في نقطه ثانيه بس عايز اسال حاجه جت في بالي دلوقتي بالصدفه والله فيما يخص النادي الاهلي. انت كنت قلت لي في حلقه من اسبوع تقريبا ان الاهلي ممكن ما يشاركش في بطوله الدوري افريقيا عشان عنده بعض المشاكل يعني لوح في اجتماع كان ما بين المهندس خالد مرتجي واللجنه المديره للبطوله. المشاكل دي اتحلت ولا ما اتحلتش لحد اللحظه؟ ما تردش عليهم لكن الاهلي واخد اجراءاته العاديه. طب فكرنا كانت ايه الاهلي كان عايز واحد كان الاهلي عايز يعرف مواعيد القيد هل هيبقى ده المعتاد هنمشي على القائمه المحليه ولا لا. رقم اتنين كان عايز يعرف مين هيتحمل تكاليف الاقامه وتكاليف الانتقالات والطيران. رقم ثلاثة كان عايز يتاكد من الاجنده بتاعه البطوله هل هي مكمله كده لحد الفاينل ولا لا. رقم اربعة كان عايز يبعت له لائحه البطوله اللي ما بعتتلوش لحد دلوقتي. فكل الاستفسارات دي ما جاش رد عليها النادي الاهلي لحد دلوقتي. لكن الاهلي مكمل زي ما هو. انا بقول لك هو لوح بده خلال الاجتماع لكن الاهلي مكمل زي ما هو. انا عندي مباراه يوم 20 هسافر يوم 17 تجهيز الطيران تجهيز كل حاجه لكن الاهلي منتظر الرد عليه خلال اللحظات والساعات اللي جايه. لكن حتى هذه اللحظه الاهلي مستهين جدا من عدم وضوح الرؤيه فيما يخص النقاط اللي تم التساؤل عليها المتعلقه طيب. بكل تفاصيل البطوله. اسالك على مباراه الاهلي القادمه خلاص بعد بكره مباراه الاهلي وإنبي مباراة في نصف نهائي كأس مصر. كنت بتكلم في المقدمة أنه الأهلي عنده بعض الغيابات في هذه المباراة بس غيابات الأهلي حتى رغم أنها غيابات مهمة جدا مش تحس بيها تدوير التهيئة والتجهيز بتاع اللاعبين مش بس على الصعيد البدني لا على الصعيد الذهني والنفسي كمان. وهقول لك على ده كان في جلسة جمعت ما بين مارسيل كولر وأكرم توفيق والناس كانت بتتساءل هو اكرم سليم ولا مش سليم طب هو هيلعب ولا مش هيلعب. فمارسيل كولر قعد مع اكرم توفيق وكان في مجموعه من النقاط النصائح لاكرم توفيق قال له رقم واحد انا عارف كويس ان انت لعيب دولي
وعارف كويس ان انت لعيب مهم، وانا بقول لك ان انت لعيب مهم بالنسبه لنا وهتساعدنا خلال الموسم بالكامل، لكن في اكتر من نقطه لازم تشتغل عليهم. رقم واحد، انت لما هتبتدي تشترك مش هتشترك في المباريات بشكل كامل، انت هتبتدي تاخد دقائق خلال الفتره اللي جايه. رقم اتنين، قال له انا عايزك تجهز في نقطتين، جاهزيه ذهنيه وحساسيه المباريات. انا مش عايز منك الالتحامات، ولا عايز ان انت تبتدي تعمل داشنج. حلو قوي كلام الجمهور ان هو بيحب الحاجات اللي انت بتقدمها والمجهود البدني اللي انت بتقدمه، لكن الجمهور عاطفي، احنا لازم نكون عقلانيين علشان انا مش عايز اخسرك. انا مش عايز اخسر اكرم توفيق، حتى لو ده هيساوي ان انا ممكن اخسر نقطه او اخسر مباراه، انا عايزك تكمل معايا بقيه الموسم. وقال له جمله كده في الاخر، يعني قال له اتبع خطتي ولا تخذلني. قال له اتبع خطتي ولا تخذلني. طيب. انا مش عايزك تتصاب خالص خلال الفتره اللي جايه، هتاخد دقايق، كمل على البلان اللي احنا حاطينه لك. طيب كابتن كريم، نقطه مهمه جدا فيما يخص اكرم، راجل يعني كده وحماسي وبالك، هو مشكله اكرم في حتى كنا بنسال الاجهزه الفنيه واللاعبين في النادي الاهلي ان هو بيرجع من الاصابه ينزل يدي تكالينج ويشتغل وبقوه شديده جدا، ما بيمشيش الحته اللي هي بتاعت التدريج ديت. صحيح. تقول لي الواحد زي اكرم توفيق هو لاعب كلنا نقتنع بمستواه وبادائه يعني. مهما قلت له انا عن قناعه شخصيه ان ده حقيقي والله مش هينفع يعني، مش حتى هينفع. ما اللي قاله مارسيل كولر ده مش هيجي معاه ولا اي حاجه. هو بص لها تاني هقولها، كل واحد ربنا مديله ميزه بيشتغل عليها. احمد فتحي من النوعيه دي. صح. احمد فتحي لو قعدت تهديه من هنا السنه الجايه، هو احمد فتحي. واحمد فتحي لعيب قلب، لعيب راجل. وخلي بالك ممكن هو قال كلمه كويسه قوي مستر كولر لما بيقول له الجمهور عاطفي، لكن في نفس الوقت انا محتاج النوعيه دي في الملعب. انا لو كله شبه بعضه خلاص التيمبو بتاعه هيقع. بس اكتف عليك، ما هو عليك علي في الاول. انت لسه راجع من لا في الاول سنة غير. في الاول هو لازم يقول له الكلام ده. بس انا برضو حتى لو انا قلت له كده في الاول، اكرم توفيق واكرم توفيق، لان العيله دي كلها كده اصلا. أيوة. يعني عبد العزيز توفيق نفس الستايل. عبد العزيز توفيق يعني كان معايا جيل واحد في المنتخب والنادي المصري، وكملنا مع بعض فتره كبيره جدا. احنا كنا بنقعد نقول الكلام ده، اهدى شويه حتى عشان انذارات عشان ما تعورش، وحاضر طيب، وينزل الملعب تلاقي واحد تاني اكرم من واحد ممكن يعمل تاكلينج. هو دي طبيعته البشريه. هو ده الحماس اللي عنده. هو ده خليه في وقت من الاوقات يفرق كتير جدا، يفرق كتير جدا عن اللعيبه الكواليتي بتاعها اعلى منه. فدي الميزه اللي ربنا مديها له. فاكرم من اللعيبه الرجاله، لكن هو السؤال هنا بيطرح نفسه، كنت انا وجمال بتكلم برضه، هيلعب ايه اكرم توفيق؟ هيلعب ايه أنا. يعني حتى لو خد الوقت، محمد هاني بقاله فتره كبيره جدا مش كويس ما شاء الله عليه، نص الملعب بتاع النادي الاهلي حدث ولا حرج. يمكن انا وجمال كنا نقطه الخلاف ما بيننا، هيلعب 8؟ طب هينفع 8؟ طب هيلعب 6؟ طب مروان؟ طب ما فيش سوليه اصلا لسه بيحضر وبيجهز. انا بصراحه انا شايف بكميه البطولات والمباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي كله يلعب، اي لعيب مميز عندك هيلعب وهياخد يعني. ودي مش لازم بكره يعني، مثلا لو اكرم توفيق داخل بكره مش لازم اشيل محمد هاني واحطه باك رايت، او اشيل مروان عطيه احطه رقم 6، او اشيل علي زيزو احطه رقم 8، بس كده هياخد. انا دايما عندي قناعه شخصيه ان اي فريق بطل بص على الدكه بتاعته وبص ال11. صح كده. اي فريق بطوله صح، بص على الدكه بتاعته، لو الدكه قويه هتعرف ان الفريق ده نفسه طويل جدا. صح. ودي ميزه النادي الاهلي من الفتره اللي فاتت دي كلها، يمكن 3 4 سنين الاخره دول، لا فريق قوي، فريق نفسه طويل. انا بقول لك في وقت من الاوقات حتى والزمالك بياخد الدوري وهو ناقص، كان ابو جبل مشي وكان طارق حامد مشي، كنت قاعد معاك في نفس المكان ده وانت قلت لي الزمالك ممكن يكمل على كده السنه الجايه، قلت لك صعب. ليه صعب؟ الصدفه هتيجي مره واحده، مش تيجي كل مره، هي مش هتبقى قاعده، مش هتبقى قاعده. صح، ممكن استثناء ماشي، لكن قاعده مستحيل. بالحماس، بالباور، بكواليتي اللعيبه، بالخبرات اللي موجوده، كل ده يعمل حاله. وخصوصا كمان ان اللعيبه دي مشيتش من اول السنه، دي مشيت في نص السيزون، او اللي هي ما كملتش مع الفرقه واحترفت، او ايا كان اللي حصل، كان في نواقص كتير جدا ولاعيبه تقيله ولاعيبه دوليه. هي. الزمالك قدر يكمل؟ لا، دي حاله. صحيح. لكن ما تقدرش تكمل بيها كل سنه. مظبوط. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل مع كابتن كريم زكري ومحمد جمال، خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني منورني كابتن كريم زكري ومحمد جمال. وجيمي هساله سؤال دلوقتي غير متوقع بالمره. هتدفعوا فلوس كهرباء امتى؟ مين اللي هيدفع؟ انت مش مشارك؟ مشارك معاهم بالربع. حد قال ان كل الناس هتشارك في عقوبه كهرباء دي. قلت انا هدفع انا كمان. كهرباء هيدفع عقوبته امتى؟ او الغرامه بتاعته لنادي الزمالك امتى؟ عشان في كلام متضارب ما بين انه لازم يسدد قبل 8 اكتوبر وما بين انه لسه عنده فرصه ثانيه. طيب كهرباء طلب الحيثيات. قصة 8 اكتوبر دي على بناء على الخطاب اللي جه الكهرباء انه انت لازم تسدد قبل يوم 8. طيب اتطلبت الحيثيات بعد كده، فلسه لا قدامنا شويه كمان.
ده رقم واحد. لا استنى، يعني هو مش هيدفع 8 اكتوبر خلاص؟ مش هيدفع 8 اكتوبر خلاص، ده رقم واحد. رقم واحد ماشي. لا يوم 7 اكتوبر يوم 7 اكتوبر المحامي بتاعه، ما هو اللي كانت المفاجاه في القرار الاخير اللي طلع اخر فقره، لكن بس احنا مش محضرين الدوكيمنت نفسه. اخر فقره كان بيقول لك ايه عكس القرار اللي قبله، قال لك يمكن الاستئناف حتى على القرار ده في الكاس. كان القرار اللي فات نهائي، الطبيعي ان انت بيحصل بروجريشن في اي قضيه بتطلع لقدام، لا القضيه دي رجعت لورا. لا استنى، يعني دلوقتي هو ممكن ما يدفعش في قبل 8 اكتوبر في الكاس. وكمان يستأنف، جه يوم 8 قالوا له انت موقوف 6 شهور، هيروح يستأنف ويقفل يعمل ايقاف ثاني يوم على طول. اوكي فلسه شويه، لسه شويه كمان، ممكن ممكن يخش له فيها مثلا لحد يناير لحد فبراير اللي جاي. يعني يعني لو هو ما قررش انه يدفع، انا بقول لك هو مش هيدفع، مش هيدفع دلوقتي. والقصه لسه شويه. وايه اللي مخلي كهربا بعد ما كان في نيه انه يدفع؟ القصه انه المفروض العقوبه الاولانيه خالص كان عليه هي عقوبه تضامنيه ما بينه وما بين النادي. فدلوقتي النادي البرتغالي، مش عارف افتكر الاهلي يعني، النادي البرتغالي، فالنادي البرتغالي افيس اتحجز عليه وافلس، ما بقاش موجود، ما بقاش ليه صفه. دلوقتي في ناس راحوا اشتروا نادي افيس، رجع تاني بقى ليه صفه. فاللي مطول امد القضيه او كل القصه عشان يرجع افيس ده يشارك، افيس ده لو رجع يشارك حتى لو باسم تاني تنتقل ليه اي عقوبات او اي غرامات محطوطه عليه. فبالتالي 50% من قيمه الغرامه هيدفعها افيس، مش هيدفعها كهربا. انما كهربا لو دفع ادخل بقى في قضيه جديده خالص ما بين كهربا ومين افيس، ولا تتحكم فيها بعد 10 سنين. فعشان كده محامين كهربا بيحاولوا عاملين بيأجلوا لحد ما يتحسم القصه بتاع افيس، لانها لو اتحسمت رجعوا بس يشاركوا، يبقى بدل ما كهربا هيدفع 2,400,000 ولا 2,400,000 شويه، هيدفع 1,200,000 بس. يعني هي الحكايه مش حكايه انه انا مش عايز اسدد للزمالك دلوقتي، لا وبكسب وقت طبعا يعني. دي جنبها بكسب وقت. يعني انا لو عايز اسدد بعد شهر، لو انا في ايدي اسدد بعد شهر، ايه اللي خليني اسدد دلوقتي؟ لو في ايدي اسدد بعد 6 شهور، طب هفضل مكمل في القضيه لحد ما القضيه تجيب اخرها، لحد ما يوصل. انا 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 يعني انا واحد من الناس، انا بحيي جمال طبعا، لان الموضوع ده انا بعيد كل انا زهقت يعني كل يوم والله زهقت. موضوع غرامه كهرباء يا جماعه، ده كتير غرامه كهرباء كل يوم، غرامه كهرباء لا هيدفع. طب توقف؟ لا ما توقفش، لا هيلعب، لا ما دي اخر فرصه. ما انت حتى كمشاهد او مستمع او حتى متابع الاخبار، انا زهقت، انا مش عارف انهي خبر الجديد وانهي القديم وايه اللي هيحصل، انا مش عارف. انا بحيي طبعا المعلومه دي، بس انا عايز افهم بقى، يعني عايز افهم القصه كده النهارده اخرها ايه. هو مأجل الدفع كل ده عشان النادي اللي كان فيه ده جزء من الموضوع. طبعا هيشارك معاه بقيمه 50% لو بقى لي صفر، تبقى القرار الاولاني خالص. لانه ابتلى من القرار الثاني قبل ما يتحسم قصه، لما بقى نادي ملوش حيثيه مش موجود، بقت الغرامات تطلع على كهربا لوحده. كهربا لوحده. انا عشان فاضل لي دقيقه واحده بس يا كابتن كريم، مباراه اهلي وام بي يوم الاربعاء، شايفها ام بي يقدر يعني يعمل حاجه قدام النادي الاهلي، ولا هي محسومه للنادي الاهلي؟ انا في الكوره مفيش حاجه محسومه، لكن هي بنسبه كبيره طبعا الاهلي حاليا اقوى فريق في الدوري المصري. بس ام بي عنده كمان مدرب محترم جدا، كابتن مدرب محترم وعامل السلفات دي كويسه جدا، لكن الاهلي هيفضل اهلي. انا بقول لك كل حاجه موجوده في الكوره، لكن بنسبه كبيره جدا سكواد الاهلي حتى بعد الغيابات اللي موجود بيعوض. فدي انا قلت لك فريق البطل بص عندك. فانا شايف ان الامور ممكن تكون بنسبه 70-80% للنادي الاهلي. مين ابرز اللعيبه اللي هتغيب من الاهلي في مباراه الاهلي؟ هو موقف بعض اللاعبين اتحدد النهارده. رضا سليم تعافى تماما، قرار اشراكه من عدم قرار فني او تجهيز في كل الاحوال يعني، لكن هو طبيا تعافى بنسبه 100%. مودست انهى النهارده البرنامج البدني اللي اتحط له خلال الفتره اللي فاتت، برضه قرار اشراكه هو قرار فني، خاصه ان في المباراه دي كهربا موجود. عشان ناس كتير كانت بتتساءل هو كهربا موقوف، لا دي مباراه كاس، كهربا ايقافه يسري فقط على الدوري، فكهربا موجود في مباراه انبي. صلاح محسن لا زال لم يتعافى، مكمل في البرنامج بتاعه، في رباعي بيتم تجهيزهم لمباراه سيمبا، مش لاي مباراه جايه. عمرو السوليه، كريم نيدفيد، ومحمود متولي، والرابع بتاعهم صلاح محسن، تجهيزا لمباراه سيمبا يوم 20. يعني عايزين اللعيبه دي تحسم موقفهم يوم 16 او 15 اللي جاي، عشان الفرقه المفروض لو الامور مشت كما هي والاهلي هيشارك في مباراه سيمبا، الفريق هيسافر يوم 17. جيمي شرفت ونورت، شكرا جزيلا كابتن كريم، نورت الدنيا كالعاده. انا بشكرك يا كريم، شكرا كابتن كريم. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على الف خير.